بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. برحب بحضراتكم طبعا معانا اليوم في المؤتمر السنوي الذي تعقده المدرسة العلمية البحثية المصرية برئاسة ومؤسس المدرسة الأستاذ الدكتور أبو العلا حسنين بعنوان Artificial Intelligence for Sustainability 2023 Bridging Artificial Intelligence Innovations for a Greener Tomorrow. يعني برحب بحضراتكم مرة أخرى من أجل غد أكثر قدرة أكثر التزامة. يعني لقاءنا النهاردة بيمثل الحقيقة لقاء مهم لإحداث تغيير عميق أو تأثير عميق مرتبط بالذكاء الاصطناعي لإحداث التنمية المستدامة، ونحن نجتمع اليوم هنا فبدورنا نبحث عن الدور المحوري الذي يلعبه الذكاء الاصطناعي في التصدي للتحديات الأكثر إلحاحا التي واجهها كوكبنا مثل قضايا المناخ وقضايا يعني أخرى المرتبطة بالتنمية المستدامة والبيئة. وإن التقارب بين التكنولوجيا والاستدامة ليس مجرد اتجاه إنما ضرورة حتمية للتعايش المتناغم مع كوكبنا. برحب بحضراتكم مرة أخرى، بشكركم على انضمامكم لينا النهاردة لحضور هذا المؤتمر أو المحفل العلمي الذي يضم مجموعة من الأبحاث الهامة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتنمية المستدامة. والحقيقة احنا بنقول يعني دايما أطلقنا مصطلح جديد في المدرسة وهو الجرين ارتفيشال انتليجنس، يعني احنا بنحاول ان احنا نروح للضوء اللي هو الجزء اللي هو المهم او الجرين ايكونومي اللي هو بيزد على الارتفيشال انتليجنس او ما يسمى الجرين ارتفيشال انتليجنس. وهو هنا بنشير إلى التصدي للتغيرات المناخية والبيئية والدور الذي يلعبه الذكاء الاصطناعي كأحد أهم أدوات التكنولوجيا الناشئة أو البازغة أو ما يسمى الإيمرجينج تكنولوجيز. دعوني يعني أبدأ برنامج المؤتمر الحقيقة اليوم. فنحن معنا متحدثين اليوم إن شاء الله، المؤتمر يعقد لمدة يومين 11 و12 ديسمبر الاثنين والثلاثاء إن شاء الله في الساعة 7. لدينا كل يوم متحدث كينوت سبيكر، وعندنا مجموعة من السيشنز أو الجلسات، كل جلسة فيها مجموعة من الأبحاث. النهاردة يعني طبعا بأكد تاني على حضراتكم إن موضوع الشهادات اللي هيحتاج شهادات دكتور محمد أضاف لحضراتكم على الشات بوكس اللينك اللي احنا ندخل عليها نسجل بياناتنا وإن شاء الله توصل لحضراتكم الشهادات. فمعنا اليوم الحقيقه يعني متحدث مهم بالنسبه لنا وهو الدكتور اسلام امين، هو بايو انفورميتيشن جون كيرتن سكول اوف ميديكال ريسيرش اوستراليان ناشونال يونيفرسيتي. الحقيقه الدكتور اسلام يعني من الناس المتميزين الحقيقه اللي انضموا حديثا الى المدرسه العلميه البحثيه، ويعني بنشكره على مشاركته النهارده ووجوده معانا في أول لقاء مباشر مع حضراتكم. عنده توك بعنوان Genomic Evolutionary Constraints and Machine Learning a Collaborative Expedition. دكتور إسلام حضرتك سامعني؟ دكتور إسلام أنا دكتور أشرف سامح حضرتك، حضرتك سامعني كده؟ أحب حضرتك، أهلا بيك وبرحب بسعادتك. أهلا، حضرتك تقدر تشير البرزنتيشن ويعني the floor is yours، تفضل حضرتك. شكرا يا فندم، شكرا أنا جزيلا. هقفل الشير من عندي عشان حضرتك تقدر تعمل شير للسكرين، اتفضل يا فندم. أتمنى كده السلايد تكون واضحة. يا تمام حضرتك، واضح، اتفضل. مساء الخير عليكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالحقيقة أحب أشكر الأستاذ الدكتور أبو العيلة، يعني هو يعتبر بالنسبة لي يعني أستاذ، وكان مشرف رسالة ماجستير، صاحب فضل عليا بصراحة. يعني وأحب أوجه شكري للدكتور أشرف برضو على المجموعة البحثية جميعا اللي استضافتها ليا في إن أنا أكون معايا توك النهاردة في المؤتمر. عفوا. أنا التوك بتاعي زي ما حضرتك قلت العنوان بتاعه Genomic Evolutionary Constraints and Machine Learning a Collaborative Expedition. في البداية أحب أعرف يعني هنت عن نفسي. أنا بكل بساطة إسلام إبراهيم أمين، كنت حاصل على بكالوريوس زراعة في 2003
بعد كده حصلت على دبلومة في Information System من معهد الدراسات والحوث الإحصائية، اللي هو أصبح دلوقتي الكلية على ما أظن. اتخرجت في 2009 بدبلومة، وبعد كده التحقت بالماستر واشتغلت فيه على البريست كانسر داتا، والدكتور أبو علي كان مشرف ليا في الوقت ده، والحمد لله قدرت أنشر يعني أبحاث لا بأس بها. أفتكر كان 4 أبحاث وبوك شابتر في الماستر. وخلال الماجستير برضو يعني درست جينيتكس في كلية تاني، رجعت أندر جراديوت، وبعد كده الحمد لله التحقت في منحة دكتوراه في الخارج في أستراليا، وحصلت على درجة الدكتوراه في 2021 من ساوثرن كروس يونيفرستي، وكان شغلي mainly على الكمبيوتيشنال بيولوجي والبايوانفورماتكس. حاليا أنا فينوجينومكس داتا ساينتست، يعني نقدر نقول بايوانفورماتيشن في جون كارتن سكول اوف ميديكال ريسيرش في أستراليا ناشونال يونيفرستي. خليني أخش في التوك بتاعي. الأجندة بتاعتي عندي مقسمة إلى أربع سيكشنز. الأولين introduction، بعد كده أتكلم عن البوليبلويد، بعد كده أتكلم عن detecting genomic signals in brassica plants، وبعد كده أتكلم عن apply machine learning for detecting different genomic signals. في البداية يعني هبتدي أعرف حاجات بسيطة، بعض البيزكس والكونسبتس اللي احنا ممكن نقدر نحتاجها في الرحلة في أثناء البرزنتيشن. إن احنا الدي إن إيه عندنا البيزكس بتاعته، عندنا 4 قواعد مهمين جدا، هي الأدينين، الثيمين، السيتوسين، الجوانين. الأدينين والثيمين بيرتبطوا ببعض عن طريق 2 هيدروجين بوند، ربطتين هيدروجينيتين، والجوانين والسيتوسين بيرتبطوا ببعض عن 3 روابط هيدروجينية، وده بيخلي ان في مور ستابيليتي شوية في الدي ان اي وفي الجينوم. طيب انا بديت هنا من الرايت سايد، بس المفروض ان انا ابدا من الاول من الخلية. الخلية زي ما احنا درسناها فيها نواة، وسمعنا عن حاجة اسمها كروموسومات. الكروموسومات دي هي عبارة عن خيط دي ان ايه بس متحلزن ملفوف عن بعضه، وبالتالي بيدينا الدي ان ايه. بعض السكشنز منها اسمها جينز، اوكي، وده الشكل النهائي المفروض للدي ان ايه. طيب الدي ان ايه والكروموسوم، بيحصل عندنا الدي ان ايه مش بيتواجد في الخلية بشكل فلوتينج او شكل عايم، ولكن انت بالظبط لما يكون عندك بكرة خيط وعندك حبل، يعني فاللي بيحصل انت بدأ انك تلف الحبل ده حوالين بعضه حوالين بعضه عشان يقدر يعمل فيتينج ويبقى في حجم اصغر. طول الدي ان ايه تقريبا في الخلية ممكن يوصل ل 2 متر. طب ازاي هيحصل له باكينج ويتحط في النواة؟ فبيحصل له عملية لف وحلزنة عشان يقدر يكون متواجد جوه النواة. فهي دي اللترز اللي احنا اتكلمنا عليها أساسية للدي ان ايه، A T G C، يبتدي تمتد وتخش بعد كده تعمل دبل هيليكس، وبعد الدبل هيليكس تلف مع بعض تعمل تتلف حوالين حاجة ما يسمى النيوكلوسوم، وتبتدي تلف حوالين بعض تسمى ما عشان ينتج ما يسمى الكروماتين، وفي النهاية بيدينا شكل الكروموسوم اللي احنا بنعرف نسمع عنه. ودي طريقة الباكينج ريشيو لكل جزء من الدي ان ايه. يعني الدي ان ايه مش متساب، مع صح الدي ان ايه ملفوف 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 حوالين الحاجات لحد ما يعمل لنا شكل الكروموسوم. طيب الدي ان ايه ده طبعا احنا عارفينه مهم جدا لكل العمليات الحيوية اللي بتتم في الجسم، يعني بعد كده الدي ان ايه ده يعتبر هو الماستر. لو انت بتتكلم مثلا على طباخ، فهو اكيد معاه كتاب شيف لكل الطبخات اللي يقدر يعملها. فدي ان هي الماستر كوبي اللي موجوده في النواه، اللي فيها كل الوصفات اللي الجسم بيحتاجها، التي تؤدي لانتاج البروتينات اللي الجسم بيحتاجها في عملياته اليوميه. فمن غير الوصفات دي، فبالتالي احنا ما نقدرش ننتج ما يسمى البروتينات.
طب ازاي البروتونات بتتكون بعد كده؟ هنشوف. فالدي ان ايه متواجد في الخلية عن طريق مستويات معينة، يبقى الدي ان ايه الاولاني بعدين بيحصل يلف حوالين كروموزوم، نيوكلوسوم يتحلزن، بعد كده يبقى كروماتين، بعد كده يدينا شكل الكروموسوم. اوكي، النيوكلوسوم بصراحة جزء مهم جدا طبعا، لان هو محتاجين at some point ان الدي ان ايه ده يتفك من حوالين النيوكلوسوم اذا كان موجود، ومحتاجين ان بعض العمليات الحيوية تبتدي تظهر وتشتغل زي ترانسكريبشن، ترانسليشن، ترانسكريبشن بتحصل على مستوى الدي ان ايه، البايندنج لبعض الانزيمات الحيويه في الخليه. كل دي بترجع مهمه ازاي نفك الدي ان ايه من على النيوكليسون. اوكي، نقدر نبص على، نقدر نفهم طب الجين ستراكشر عندنا في الخليه عباره عن ايه. الجين ستراكشر في اليوكاريوتيك اللي هي الكائنات حقيقية النواة بيتكون very simple من الشكل ده. احنا في البداية عندنا بروموتر، والبروموتر نقدر نفتكره ان هو يعتبر على زي مفتاح كوبس النور، انك تقدر تعمل اون واوف، تفتح اللمبة او تقفلها، تقفل الجين او تفتحه. وبيبقى عندنا مناطق كودينج ريجون ودي تسمى الاكزون، ونون كودينج ريجون اسمها الانترون. في مرحلة الترانسكريبشن بيبتدي عملية نسخ الجين بالإكزونز والإنترونز، بعد كده في عملية اسمها السبلايسنج وينتج عندنا الماتيور ار ان اي، وبعد كده بيحصل مع عملية الترانسليشن، بجسم يبتدي يقرأ رسالة الام ار ان اي بعد ما تخرج من النواة، ويخش في مصنع اسمه رايبوسوم يقرأ رسالة دي ويطلع الايكويفالنت امينو اسيد بناء على الايه، على الكودين، وفي النهايه نقدر نحصل على البروتين اللي احنا عايزينه في الجسم. طيب الدي ان ايه في حد ذاته كستراند، كخيط اي تي سي جي، هو في كتير من السيجنالز موجوده فيه، وفي كذا لاير مش في لاير واحده. الموضوع مش letters A T C G، لا الموضوع أعمق من كده بكتير. خلينا نشوف السلايد بعدين. خلينا نشوف النيوكليسوم بشكل أوضح. ده الشكل اللي احنا اتكلمنا عليه في البداية، الـ DNA، وده شكل النيوكليسوم. النيوكليسوم عبارة عن، في عندنا أربع بروتينات هيستونية بيتلف حواليهم الـ DNA، تمام، وفي بعض مناطق زي لينكر هيستون H1. اللفة دي في حد ذاتها النيوكليسوم ككومبوننت بساعات بيفضل بعض التتابعات إنها تكون قريبة ليه، زي ما أنت شايف كده هنا إن بعض التتابعات زي جي سي بيفضلها AA TT AT، ودي وإحنا لما نقول الاتنين مع بعض يبقى إحنا نقصد الداينوكلوتايد. اوكي، نتكلم على زوج من التو لترز جنب بعض. النيوكليسوم بوزيشننج ده تيرم، بعد ما اتكلمنا عن النيوكليسوم يبقى لازم نتكلم عن النيوكليسوم بوزيشننج، اللي هو بيوضح لنا النيوكليسوم موجود فين في جين، لان هو مهم جدا في عمليات الحيوية و كيفية جين ريجوليشن، اللي هو الجين هيشتغل امتى، بمقدار قد ايه، فتح فك الدي ان ايه من حواليه، وبداية عملية الترانسكريبشن، كل دي عمليات حيوية النيوكليسوم بيأثر فيها. وهو بيتأثر بحاجات تانية كتير، بيتأثر بالدي ان ايه الملفوف حواليه اللي هو النيوكليسون بوزيشننج، بيتأثر بالميثيليشنز ده موضوع تاني، بيأثر بالهيستون موديفيكيشنز، ففي بعض كتير من العوامل تقدر تأثر في النيوكليسون بوزيشننج، وهو ليه أهمية كبيرة في العمليات الحيوية.
طيب احنا اتكلمنا فيما سبق عن الـ جي سي، وقلنا الجوانين والسيتوسين بينهم وبعض ثلاثة هيدروجين بوند، ودي يعني ايه بتدل على مدى الاستابيليتي اللي في الدي ان ايه. لو شفنا علاقة درسوا ايه، تم دراسة العلاقة ما بين الجي سي كونتنت اللي هو محتوى، طبعا جي سي كونتنت او البيس كومبوزيشن هي عبارة عن البرسنتج اوف جوانين والسيتوسين في الجينوم، فنقدر نشوف ان في علاقة هنا ما بين النيوكليوسوم بوزيشننج وما بين الهاي جي سي واللو جي سي. الاكوبنسي بتاعت النيوكليوسوم بتختلف، يبقى اذا الجي سي كونتنت قد تؤثر على النيوكليوسوم بوزيشننج. ده طبعا حصل، ده الاستوديو دي كانت خاصة بالهيومن تي سيل، وده بيوضح النيوكليوسوم بوزيشننج ومدى تأثير الجي سي كونتنت فيها. طب الجي سي كونتنت شكلها عامل ازاي؟ الجي سي كونتنت اللي هو محتوى الجوانين والسيتوسين، البرسنتج بتاعتهم في الجينومز بنلاقيها بتختلف، مش حاجة ستيبل ما بين ديفرنت جينومز، لا ده الفريكونسي ديستريبيوشن بتاعها مختلف، فقد تتدخل، نفكر انها قد تكون بعض السيجنيتشرز، بعض السيجنالز، بعض المميزات او بعض الفيتشرز لبعض الجينومز. وده برضه ما يختص بجي سي 3، وهي نسبة السيتوسين والجوانين في الكودون، في الليترز الثالث من الكودون. نوضح برضو ان هي الديستريبيوشن بتاعها ما بين الهيومن وبين فور اكزامبل اردوبسس تايلانا، نشوف الفريكونسي بتاعها في بيج ديفرنس موجود عندنا هنا. فهي الموضوع مش ستيبل، فالموضوع محتاج دراسة ونشوف علاقة ده بالنيكروسوم بوزيشن. هنتكلم نقطة تانية على الـ DNA Physicochemical Properties. الـ DNA اللي موجود في الخلية هو يحكم بعض الخصائص، هذه الخصائص دي قد تكون خصائص خصائص هيكلية ديناميكية للـ DNA structure، زي خاصية الرول، سلايد، رايز، تويست، شريفت، وات ايفر. ايه الخاصيه اللي موجوده تتحكم ازاي؟ مثلا تويست، ان الدي ان ايه يلف حوالين بعضه بالموفمنت دي. وفي بعض الخصائص تانية بتحكم الدي ان ايه اللي موجود، الليترز اللي فيه، اللي هي الثيرموديناميك، زي الانرجي، الفلكسبيليتي، البندابيليتي، بيتني ازاي الانرجي بتاعته. فكل دي خصائص بتختلف، تتبعات الدي ان ايه بتختلف خصائصها من واحده للتانيه. طب الكلام ده عايزين نشوفه فيجوال، عباره عن ايه؟ طيب لو شفنا هنا الفيسيو كيميكال بروبرتيز اللي احنا لسه متكلمين عنها من شويه، لو لقينا مثلا ان في سيكونس عندنا اللي هو نفترض اي تي سي جي 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 سي تي تي جي سي، لو لقينا مثلا اي تي دي، لو خدناها داينوكلوتايد هنلاقي ان اي تي ليها قيمة بالنسبة للسلايد. لو قلنا تي سي في another value للسلايد، سي جي وقلناها دي موجودة في الداتابيز الخاصة بالداينوكلوتايد بروبرتي داتابيز للدي ان اي، ونقدر نطلع الفيتشرز من سيكونس، نقدر نعمل جنريت للفيسيوكيميكال بروبرتيز لاي بروبرتي احنا نقدر نعملها، وده عن طريق اللي هو مفهوم السلايدنج ويندو. نقدر بعد كده نعمل نكبر الويندو ونعمل ناخد الافريج او المين ونبتدي نشتغل. خليني افكرك بالداينوكلوتايد دي والنيكلوسوم اللي اتكلمت عنه في الاول، وايه هي الليترز اللي قد تكون هو بيفضلها. تمام، فلو قلنا جي سي هنا at some point، الـ جي سي اهي value معينة، الـ AA or TT or AT ده نلاقيها برضه موجودين
في الجدول يعني. طيب يبقى ال دي ان فيسيوكيميكال بروبرتيز على اعتبار النيكلوسوم بيبريفير بعض منهم، فقد تؤثر في النيكلوسوم بوزيشننج، وممكن نستفيد منها نعرف حالة النيكلوسوم ايه في الخلية. دكتور اسلام، بس باكد على حضرتك موضوع الوقت، عشان احنا عندنا التوك نص ساعه، عشان في سيشنز بعد حضرتك. انا اعتقد نروح ان لجزء لدينا الماشين ليرننج عشان الناس تخش على الجزء اللي هو التطبيق. انا اعتقد انا سينك يا فندم، انا بقيت 13 دقيقة دلوقتي، طيب كويس، ماشي، اوكي، بس من انا اظن ان شاء الله انا نرجع. بادئ ب 10. اوكي ماشي، اتفضل. ماشي. بالنسبة للبوليبلويد جينوم دوبليكيشن، لو احنا عندنا هابلويد ديبلويد بيحصل فيه عندنا دوبليكيشن للكروموسومز الموجودة، دي بعض شكل الكروموسومات اللي موجودة في الطبيعة. في بعض الـ examples اللي موجودة وده في النبات، وده يعني it's very worse ان احنا نفكر فيهم study. يعني لو اتكلمنا مثلا على البراسيكارابا، ده مثلا ان ايكوال 10 وده 10 كروموسومات. تتخيل ان في حاجه اسمها براسيكا نيجيريا also، لو حصل at some point، لو احنا نعتقد ان في حصل في evolution بين النباتات وبعضها، حصل في merging ما بين ال10 كروموسوم هنا وال8 هنا، ودانا 18 كروموسوم. نفس الموضوع برضو لو حصل براسيكا رابا وبراسيكا اوريسيا، هنا 10 كروموسومز وهنا 9، at some point حصل merge وأصبح عندنا نبات جديد أو species اسمه براسيكا نيبوس ب 19 كروموسوم. لتتخيل الشكل المورفولوجي لواحد منهم، يعني براسيكا أوريسيا ده الشكل المورفولوجي الخاص بيها، اختلاف فينوتايب مختلف جدا. وده خلينا نحب ندرس ونشوف الجينوميك سيجنالز اللي موجودة هنا، how much is different between them. طيب دي مرحلة اللي هو التطور اللي المفروض اللي حاصل ما بين السبيسيز، من أول رودوبسيس تايلانا للبراسيكا نيجيريا، البراسيكا رابا، البراسيكا روسيا، ومرحلة الدوبليكيشن في الجينومز. طب لو شفنا مثلا هنا عندنا في الارادوبسيس تايلانا علاقته بالبراسيكا رابا، وهي كان موجود هنا ارادوبسيس تايلانا ات سام بوينت موجود، البراسيكا رابا حصل هنا، نلاقي ان حصل تريبليكيشن للجينوم. لو شفنا عندنا 24 بلوكس في الارادوبسيس تايلانا، هنا نلاقي ال1 بلوك بلاي موجود 3 تايمز موجود في الرابا. The same block has been exist 3 times. وده وضح لنا ان حصل تريبليكيشن للجينوم at some point. طيب الدوبليكيشن ده بيؤدي لايه؟ الدوبليكيشن ده بيؤدي ان احنا الجينات لما بتتكرر بيحصل في جين لوس، بيحصل جينات ممكن تفقد، بيحصل الجينات ممكن فانكشن جديده تضاف لما الجين يتكرر بناء على تكرار الفراجمنت دي في الدي ان ايه. ممكن يحصل ان الفانكشن تحصلها ديفايد ما بين الجينز دي اللي اتكررت بينها وبين بعض. طيب ازاي احنا نقدر نستادي الجينوميك سيجنالز دي؟ لو احنا اخذنا اكزامبل زي براسيكا رابا وقدرنا عايزين نشوف الداتا بتاعته عشان نبتدي نقدر نعمل كالكوليت ونقدر نشوف السيجنالز الخاصه بيها الحاجات دي. طبعا معظم الجينومز موجوده في الداتا بيز العالميه زي الانسامبل، وتقدر تخش تقدر تحمل السكيما الخاصه بيها عن طريق الماي سيكيل، وبيبقى عندك تقريبا بعد ما تحملك الماي سيكيل اكتر من 70 تيبل موجود. دول يعني very small examples of tables، بيبقى موجود فيها الكوردينيتس الخاصه بالاكزونز، الجين، الترانسكريبشن، ترانسليشن، الكروموسوم، حاجات كتيره جدا ممكن تقدر تشتغل عليها. طب هو حصل modifications، وده كان بعض شغل انا كنت عملته، ان انا ابتديت اضيف اعمل موديفاينج للانسامبل، انسامبل كور سكيما، وعملت موديفيكيشن ان انا اقدر اعمل كالكوليشن
وادينج للفيسيوكيميكال بروبرتيز في السكيما، وبالتالي اقدر اسال مور سبيسيفيك كويشنز ريليتد تو الاكسون او الانترون. هنشوف في الفتره اللاحقه او يعني جايه ايه العرض. طبعا دي الكالكوليشن اللي ممكن تتم انك تعمل كالكوليشن للجي سي كونتنت زي ما قلت، او الفيسيوكيميكال بروبرتيز الكويشنز الخاصة بيهم لمدة نقدر نحن نقدر معاها كالكوليشن. وده شكل البايب لاين بشكل عام من قراية الفاستا فايل، التابلز، السكريبت اللي حصلته. في النهاية نقدر نعمل جنريت لبعض الداتا أو البلوتس الجراف الخاصة بشكل بعض الفيتشرز أو البروبرتيز في الدي إن إيه بشكل أعتقد جي سي كونتنت. الفرق ما بين الإكسون والإنترون، لك تتخيل إن في عدد أكتر من 23,000 إكسون شكل البروفايل للجي سي كونتنت كان كده، كان مختلف جدا، البيك بتاعته مختلفة عن الإنترون. فده يدي حق إن في حاجة هنا موجودة في الميد بوينت أوف إكسون. ده اللي ممكن نقدر نعمل جنريت لي. لو احنا سألنا الموضوع، اخترنا مثلا ادوبس ستالانا، ابتدينا نعمل هنا جنريت الاكزون الانترون، قلنا الفيرست اكزون او الفيرست انترون، طلعنا عدد الفيتشرز، عايزين نشوف من السنتر ران، نقدر نشوف شكل البروفايل في جي سي كونتنت ما بين التو فيتشرز. طب ده ممكن يفيدنا بايه؟ بعد نقدر نعمل دلوقتي اصبح عندنا داتابيز موديفايد، نقدر نعمل جنريت البروفايلز والديتا لديفرنت فيتشرز، جينوميك فيتشرز زي الاكسون انترون، اي فيتشرز ممكن تتخيلها ما دام هي اوريدي عندنا الكوردينيتس بتاعتها، نقدر نعمل جنريت على للبروفايل والديتا الخاصه بيها. حاجه تانية برضو نحن قدرنا نعمل لما عملنا الفيرست ديريفيتيف الخاص بالاكزون 1 والاكزون 2 والانترون، في كده كان اصبح شيء زي بتوين، طبعا ده حصل بتوين ثلاثه سبيسيز اللي هم هاردوبس ستايلانا وبراسكا رابا وبراسكا لوريسيا. حصل شفنا يعني شكل من كونزرفت ريجون ديستانس ات ذا ميد بوينت اوف انترون أو إكزون، وده يعني قد يدل إن على مدى الإيفولوشن لسه في سيجنالز، لسه في بعض ريجون ستيل كونزرفد لسه حتى هذه اللحظة موجودة. حتى برضو بين ديفرنت جينز، لو جبنا قلنا جينات هاي اكسبريست جينات لو اكسبريست جين، بنلاقي البروفايل بينهم وبعض بين النباتات المختلفة already most match، وده بيدي indication برضو ان حتى between different groups of genes في signals موجودة، ودي قد تكون related للنيكروسوم for example. طيب الماشين ليرنينج اشتغلت في الموضوع ده ازاي؟ الماشين ليرنينج في ناس اشتغلت support vector machine في النيكروسوم positioning على الفيزيوكيميكال بروبرتيز، وقدرت انها تطلع ريزلت وتقدر تعمل ديديكتنج للجينومكس للنيوكليوسوم بوزيشننج عن طريقها. برضه في بيبرز اشتغلت بالهيدن ماركوف موديل، وقدرت تقدر تعمل لها ديترماين للنيوكليوسوم بوزيشننج اوكوبانسي عن طريق برضه يوزنج الماشين ليرنينج. في ودي تعتبر من آخر ودي برضو بيبر تانية في السنة دي استعملت prediction للميكانيكال properties عشان نقدر نطلع new functional rule of DNA flexibility. عندنا نقدر نعمل measure لل DNA flexibility والimpact بتاعها على المناطق الخاصة والفونكشن الخاصة للجين. في طبعا
حاجات كتيرة موجودة، ودي أحد البيبرز اللي كنت لسه بقراها، جينومكس انترز ذا ديب ليرنينج ايرا، ودي بتوضح كتير من التولز اللي اوريدي جنريتد عندنا تستعمل على اكزامبل في الديفرنت اريا في الدي ان ايه اللي استعمل ماشين ليرنينج فيها. الفكرة كلها ان احنا نقدر جنريت داتا من different related species، ونقدر نستعمل machine learning عشان نقدر نشوف ونقدر نتست هل في فعلا genomic signals has been conserved over evolution أو between different species. أعتقد الموضوع لسه مفتوح لأن الدنيا لسه فيها شغل كتير، ويعني في كذا layers من signals موجودة، مش بس الجينومكس سيجنال، مش بس ال... مش ما يختصش بس بالاكزون انترون، ولكن على صعيد الميثيليشنز، على صعيد الهيستون موديفيكيشن، على صعيد السنيب. فالدنيا لسه فيها شغل كتير، واتوقع ان في المستقبل القريب يعني الماشين ليرنينج والديب ليرنينج هياخد ابعاد تانية ان احنا نقدر نفهم اكتر في الجينوم. وكده اعتقد التوك بتاعي يكون ان شاء الله شكرا لك دكتور خلصت اسلام، شوية. شكرا جزيلا يعني على المحاضره الشيقه. والحقيقه موضوع البايو انفورماتكس ده من الموضوعات المهمه واللي تطبيقاتها كتير وفيها شغل كتير زي ما حضرتك اشرت، وحضرتك اتكلمت على موضوعات محدده. يا ريت الفتره الجايه لو نقدر نربطها بالديب ليرنينج والماشين ليرنينج، ويبقى في تعاون مع حضرتك ان شاء الله من خلال هذه الموضوعات. بشكر حضرتك مره اخرى، وان شاء الله يبقى في تعاون بيننا في هذه الموضوعات في الفترة المقبلة بإذن الله. شكرا لسعادتك دكتورة سالي الغمراوي، وهي التشير بروجرام للكونفرنس. مع حضرتك المايك دكتورة سالي، تفضلي حضرتك. شكرا دكتور أشرف، أهلا وسهلا بحضراتكم. يعني إن شاء الله مؤتمر ناجح بوجودكم، ويبقى فعلا منصة قوية لينا لتبادل الأفكار والتجارب. فإحنا الهدف الرئيسي إن شاء الله من المؤتمر بتاعنا إن إحنا إزاي نحاول نوظف الذكاء الاصطناعي، أو إن إحنا إزاي يعني نتكلم عن عدد من الأبحاث، وإن هي إزاي قدرت تساعد في إن إحنا ندي مستقبل يعني سستينبل أكتر، وإن إزاي إن ده يقدر يخلينا نحافظ على الموارد بتاعتنا ونحافظ على البيئة، وفي نفس الوقت نحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية باستخدام الذكاء الاصطناعي على المدى الطويل. إحنا عندنا المؤتمر بتاعنا متقسم 2 سيشنز. السيشن الأولانية النهاردة السيشن عنوانها Sustainable Intelligent System، الأنظمة الذكية المستدامة. والفكرة إن إحنا عايزين نتكلم عن النقطة دي، هنرفلكت أكتر من توبيك إن إزاي الأنظمة الذكية أو الانتليجنت سيستم دي إن هي يبقى فيها sustainability، أو إن هي إزاي تتكامل مع التكنولوجيا المتقدمة زي الـ AI وزي البيج داتا اناليسز، وازاي ان انا اقدر استخدم كل التقنيات دي عشان احسن الكفاءه واقلل التاثير البيئي. الهدف الرئيسي عندي النهارده هو هدف سامي جدا، ان ازاي نخلي زي ما الاسم المؤتمر اللي هو الجرين تومورو، ان احنا نقلل التاثير البيئي. عندنا في اول سيشن 7 ابحاث، ال7 ابحاث الرئيسيه بتتكلم عن يعني سمات رئيسية للأنظمة الذكية المستدامة. منها أبحاث هتتكلم عن استدامة الموارد، في أبحاث هنتكلم فيها عن إدارة النفايات، التكنولوجيا النظيفة، الأمن الغذائي وإزاي كل ده الـ AI يقدر يدخل فيه، الطاقة المتجددة، الصناعة والزراعة الذكية. يعني دي من ضمن المين توبكس اللي تحتها ال7 أبحاث بتوع النهاردة إن شاء الله. معانا سيشن تشيرز أستاذ دكتور منى سليمان من قسم انفورميشن تكنولوجي كلية حاسبات وذكاء اصطناعي جامعة القاهرة، وأستاذ دكتور أحمد عنتر كمبيوتر ساينس ديبارتمنت من جامعة مصر اليابانية. هم هيديروا الجلسة، وإن شاء الله الكل يستفيد وتبقى سيشن مفيدة للكل إن شاء الله. مع حضراتكم دكتورة منى تكملي، أو دكتور أحمد يدير السيشن. تمام، السلام عليكم. اتفضلي دكتور. في الأول طبعا بنشكر الأستاذ دكتور
رب العيلة دكتور أشرف درويش على إتاحة الفرصة إن إحنا نكون موجودين في ملتقى علمي النهاردة، مؤتمر الخاص بالجروب. وبشكر دكتورة سالي على الانترودكشن الخاصة بالمؤتمر والتوبكس اللي إحنا هنتكلم فيها النهاردة. هي زي ما دكتورة سالي قالت، إحنا المفروض إن إحنا عندنا تو سيشنز النهاردة وبكرة إن شاء الله. السيشن الأولانية بعنوان Sustainable Intelligence Systems، ودي هنستعرض فيها 7 مواضيع كلهم ليهم علاقة بإزاي نقدر نستخدم الانتليجنت سيستمز في تحقيق الـ different sustainable goals. فعشان الوقت طبعا أنا هخلي إن شاء الله يعني التوكس هي هتتكلم عن نفسها، بس أرجو من الزملاء يعني اللي هيعرضوا إن هم يلتزموا بالوقت، ربع ساعة إن شاء الله لكل برزنتيشن. ولو في أي سؤال يا ريت يتكتب في الشات، وإن شاء الله الدكتور بعد ما يخلص البرزنتيشن بتاعته ممكن يرد على الأسئلة. وبرضه هيبقى فيه الكونتاكت الخاص بكل الدكتور في آخر البرزنتيشن، الإيميل الخاص بيه لو حد عايز يسأل في حاجة معينة بشكل أكثر تفصيلا يعني. إن شاء الله التوك الأولانية بعنوان Recognizing Aluminium Beverage Cans from Waste Mixture Based on DennisNet CNN Model Deep Learning Methodology، ودي هتكون مع دكتورة غادة ضاحي. دكتور غادة هي دكتورة في كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة القاهرة، مساء وطبعا الخير. عضو في المدرسة البحثية المصرية. اتفضلي يا دكتور غادة. مساء الخير، صوتي واضح كده لحضراتكم والشير. تمام. شكرا جزيلا لحضرتك دكتور منى. التوك بتاعتي، انا اسمي غاده ضاحي، مدرس بكليه الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعه القاهره، عضو في المدرسه البحثيه العلميه. التوك بتاعتي تحت عنوان Recognizing Aluminium Cans from Waste Mixture Based on DensaNet 1-to-1 CNN model ده ديب ليرنينج ميثودولوجي. الاجنده بتاعتي هي دي انتروداكشن على المين ايديا اللي خاصه بالتوك، ايه الريليتد ورك اللي انا قريتها اللي ليها علاقه بالموضوع، ايه هو البروبوز موديل اللي انا اشتغلت بيه، ايه هي مين اكسبيرمنتال ريزلت اللي انا وصلت لها، وبعدين في سيكشن كامل كده بعرض فيه كل النتائج اللي انا وصلت لها وعلاقتها بشغل الناس اللي قبل كده. في الاخر خالص هدي سيمبل كونكلوجن وهتكلم عن فيوتشر ورك. احنا لو بصينا حوالينا هنلاقي في كم اطنان من الجاربج كتير جدا، فمن هنا بقى جه فكر الريسايكلينج ايكونومي، ان احنا عايزين على قد ما نقدر الويست اللي موجود حوالينا نستفاد بيه، ونستفاد بيه بالطريقه الصح، نحطه في المكان الصح، لان لو تم الاستفاده بيه بطريقه صح ده هيبقى ليه تاثير كبير جدا على الايكونومي من حوالينا. في دول بيقام الاقتصاد بتاعها على اعاده تدوير الماتيريال اللي عندها. مثال على كده استخدام علب الكنز، احنا علب الكنز دي بتستخدم بشكل رهيب. فكرة البروجكت ده ان احنا عايزين نستفاد من علب الكنز بان احنا نخرج بيور ألمونيوم. فكرته كمان، يعني الفكرة كمان الزيادة، ان مهما عملنا ريسايكلينج لعلب الكنز اكتر من مرة نسبة الألمونيوم اللي فيها بتبقى ثابتة. حاجة تانية كويسة إن الإنرجي اللي إحنا بناخدها علشان نطلع ألمونيوم من علب الكنز هي 95% أقل من الإنرجي اللي أنا أخدتها علشان أطلع ألمونيوم من البيور ماتيريال. بدأ بقى إيه مؤخرا الروسيا ناشونال ريسيرش جروب في يونيفرستي أو يسمى بالإم أي إس أي إس يستخدم أو يعيد استخدام علب الكنز بطريقه اطلع منها جرين هيدروجين. يمكن الفكره دي كان تولاها دكتورنا ابو العلا، وانا اتفاجئت ان هو الناس بدات تستخدمها، ان انا ازاي اقدر او بداوا يشتغلوا فيها، يعني ان انا ازاي اقدر استخدم علب الكنز واطلع طاقه متجدده. فدي فكره كويسه جدا. احنا ان شاء الله الفتره اللي جايه برضو هندخل الاي اي ونحاول برضو، هما شغالين في طريق تاني يعني، بس احنا ان شاء الله هنحاول نشتغل في جزء الماشين ليرنينج والاي اي، ان احنا نحاول نحول علب الكنز دي لجرين هيدروجين. لو جينا بقى نبص على الأبحاث اللي تم نشرها في الجزئية دي هنلاقي في أبحاث كتيرة بتتكلم عن الموضوع ده. يعني مثلا في 2018 بدأ يبقى في موديل عبارة عن فيد فورورد نيورال نتورك بيتكلم إن هو يعمل بس ويست كلاسيفيكيشن باستخدام مجموعة من الفيد فورورد نيورال نتورك. هنلاقي سينك برضو 2018 عمل ألجوريزم اسمه ريسايكل نت، ده بيتكلم ان هو بيعمل ويست كلاسيفيكيشن باستخدام مجموعة من الترانسفير ليرنينج موديل زي الانسيبشن يعني والريزنت.
في 2020 يمكن كمان الريسايكل نت ده كان اعلى بيرفورمانس او اعلى اكيورسي وصلت في الويست كلاسيفيكيشن في الشغل على الداتا سيت اللي احنا هكلم حضراتكم فيها بعد شويه. 2020 بدأ خان يستخدم الماشين ليرنينج في الويست كلاسيفيكيشن، رحمان بقى في 2022 وصل لاكيورسي كويسه، بس كان فكرته ان هو كمان كان مدخل الاي او تي ديفايسز مع الديب ليرنينج عشان يعمل ويست كلاسيفيكيشن. طب الموديل اللي احنا اقترحناه، الموديل كان عبارة عن مجموعة من الدنس بلوك زي ما كده حضراتكم شايفين، ومجموعة من الترانزليشن لير. كل دنس بلوك عبارة عن حاجتين، كونفوليوشن لير بكيرنل 1 في 1، كونفوليوشن لير بكيرنل 3 في 3. الدنس بلوك ده هيتم تكراره كذا مرة على حسب الكونديشن اللي مكتوب يعني قدام عليكم. وبعدين الترانزيشن لاير دي عبارة عن كونفوليوشن بلاير 1 في 1 وافرج بولينج بلاير بكيرنر 2 في 2. لو جينا نبص على الدنس بلوك الاولاني ده عدد تكرار، عدد تكراره 6. الدنس بلوك التاني ده عدد تكراره 12. الدنس بلوك التالت عدد تكراره 24. الدنس بلوك الرابع عدد تكراره 15. الترانزيشن بقى بيبقى موجود ما بيتكررش، وجاست بس ان انا بحاول اقلل الفيتشر اللي انا هشتغل عليها. احنا نفسنا ايه من نفسنا نعمل ايه من البروبوز موديل اللي احنا شغالين عليه؟ احنا نفسنا الماشين اوتوماتيك تبقى داخل لها كميه جاربج، المصانع اللي عندنا تبقى داخل لها كميه جاربج، ومن نفسها المصانع تلقط بس علب الكنز وتحطها على جنب عشان تشوف هتطلع منها الابونيوم ازاي، ما يبقاش الموضوع كده مش يدوي ولا صعب في التعامل. لما جيت ابص على الشغل اللي خاص بالناس او الناس اللي شغلوا في الماشين ليرنينج ازاي قدروا يطلعوا البطل، كل البري تريند موديل اللي موجوده اونلاين زي مثلا اليولو كل ما بيدخل لها جاربج بتقولي دي ازازه، بس ما بتقولش الازازه دي علبه كنز ولا لا، انا عايزه بس افلتر علب الكنز عشان ادخلها المصنع بعد كده واشوف هحولها الالومنيوم ازاي. فكانت الفكره ان احنا خلاص اوكي هنجيب داتا سيت فيها انواع مختلفه من الازايز ونخلي الماشين من نفسها تروح تطلع لي الازايز او علب الكنز عشان نبدا نشتغل عليها. الفيتشر اللي كانت طالعه من الاركتكتشر بتاعنا مش كلها كانت مهمه، فاضطرينا ان احنا نحط بايب لاين اوف السي ان ان علشان اسلكت ويتشز فيتشر از امبورتنت في عمليه الكلاسيفيكيشن. وبعدين عملت دنس لاير باربعه، عملنا دنس لاير باربعه نيرونز عشان احنا شغالين على 4 كلاسز او عدد الكلاسز اللي عندنا كانوا 4. الاساسي بالنسبه لي ان انا اطلع الالومنيوم كنز، ده كان المهم. طيب الداتا سيت اللي اشتغلنا عليها كانت عبارة عن 4825، تم تقسيم الداتا ل 70% تريننج و30% تم توزيعهم ما بين الفاليديشن والتست. الداتا لما جينا نعمل لها اناليسز لقينا ان الداتا كلها بالانسد، فانا مش محتاجة اطبق اي تكنيك في الاول عشان يعدلها لي. يعني لو جينا نبص كده كلهم 1000 وشوية سامبل، لو جينا مثلا نبص على الالومنيوم كنز فعدد التريننج سامبل اللي كانت داخله 742، التستنج 159، الفاليديشن 159. الجراف اللي على اليمين بيوضح لحضراتكم الكونتريبيوشن اللي خاص بكل كلاس في التريننج كان قد ايه والفاليديشن كان قد ايه والتستنج كان كام. ده شكل الموديل وهو بيتعلم في حاله التريننج والفاليديشن اكيورسي وشكل اللوز بتاعه في التريننج والفاليديشن. لو جينا بس نبص كده هنلاقي ان الموديل اللي احنا اقترحناه اللي هو الدنس نت سي ان ان موديل اللي وريته لحضراتكم من دقائق من لحظات، هنلاقي ان هو في التريننج بدا يخبط في اكيورسي 99، وفي الفاليديشن نفس الكلام برضو بدا يخبط في حاجات 99. اللوز كان كويس جدا، اللوز كان بيكسر 0.1، فده حاجه كانت كويسه. لو جينا بقى نبص على التستنج، يعني احنا كده اتكلمنا على التريننج كان ماشي ازاي، لو جينا نبص على التستنج، التستنج كان عظيم. لا احنا المهم بالنسبه لنا علب الكنز، يعني الموديل يقدر يلقط علب الكنز اللي موجوده في الصور. عدد علب الكنز لو خدنا مثال ده شكل الكونفيوجن ماتريكس اللي طالع من عمليه التستنج، ناخد بس المثال المهم اللي هو عدد علب الكنز اللي طلعت صح. هو فعليا كان داخل له 159 علبه كنز في التست، هو طلع من ال 159 طلع 150 صح. لما رجعت تاني للديتا لقيته ليه حق ان هو يغلط في كام علبه، لان بعض علب الكنز بتبقى مضغوطه شويه، فبالتالي ممكن تخليني يبقى في لخبطه ما بينها وما بين كلاسز تانية. لو جينا بقى نبص على الكلاسيفيكيشن ميجر اللي احنا عارفينها زي البرسيجن والريكول والاف 1 سكور، الماكرو افريج والويتد افريج في حاله البرسيجن والريكول والاف 1 سكور مع كل الكلاسز كان بيوصل ل 97%. دي كانت نتائج عظيمه مقارنه، يعني كانت كويسه مقارنه بالشغل القديم على الداتا سيت دي.
طب عشان احنا نثبت ان الموديل بتاعنا اللي احنا اشتغلنا عليه ده موديل فعال جدا مقارنة بأي بري تريند موديلز تانية، اضطريت ان انا عملنا تو اكسبيرمنتس تانيين. اول اكسبيرمنت سميناها ريزنت 50 سي ان ان، والتجربة التانية كانت الاكسبشن سي ان ان. التجربتين دول احنا اللي عاملينهم، مش واخدينهم من الشغل القديم. بدأت اخد الداتا سيت برضو ورناها على التو مودلز دول عشان نثبت بس مدى فعاليتهم. التيبل اللي قدام حضراتكم في الاول ده بيعرض التريننج اكيورسي، الفاليديشن اكيورسي، التريننج لوس، الفاليديشن لوس اثناء عمليه التدريب اللي خاصه بالريزنت والاكسبشن. لو جينا نلاحظ هنلاقي ان الدات سنت سي ان ان موديل هو واحد من افضل الموديل، وهو بيتعلم وهو كمان بيعمل فاليديشن. هنلاقي ان وصلنا ان الدات سنت ال الديلت سنت تريننج اكيورسي كانت 99، وهي اعلى من الاكسبشن 99.9، فهي اعلى من الاكسبشن ريزنت. نفس الكلام في الفاليديشن، فهي 99.7، فهي اعلى. نفس الكلام في اللوس، هي الاقل، كانت 0.048، فهي اقل من التجربتين اللي كانوا قبل كده. نفس الكلام في الفاليديشن لوس، ده على مستوى التريننج. لما جيت اقارن بقى على مستوى التستنج في التجربتين بتوعنا، الريزنت كبرفورمانس كلاسيفاير، الريزنت سي ان ان والاكسبشن ما كانوش افضل من الموديل بتاعنا اللي هو الدنسي نت سي ان ان. اي نعم، الاكسبشن بدا يدي نتائج معقوله 95%، سواء كان ده في البرسيجن او الريكول او ليف وان سكور، بس الدنسي نت نتائجه كان 97% كميجر عام. فده يعتبر بالنسبه لي لو انا هستخدمه ككلاسيفاير يفرق لي ما بين انواع الازاز والقطن العلب الكنز، وده هيبقى بالنسبه لي الافضل مقارنه بالاكسبشن والريزنت 50. ده فيجر كده بسيط بيوضح لي مقارنه ما بين الفاليديشن اكيورسي والتريننج اكيورسي للثلاث تجارب اللي احنا عملناهم، سواء كانت الريزنت سي ان ان 50 او الاكسبشن سي ان ان او الدنسنت 121 سي ان ان. من الواضح كده من الفيجرز ان التريننج اكيورسي والفاليديشن اكيورسي اللي خاصه بالدنسونيت 121 هي ستيل الافضل. برضو انا حبيت برضو اعرض لحضراتكم شكل الفيجرز اثناء تعلم المودلز اللي احنا التو اكسبيرمنتس اللي احنا عرضناهم. هنبص نلاقي ان ريزنت كان سيء للغايه، يعني ريزنت حتى وهو بيتعلم وهو بيتدرب كان بيغبط في التمانين بالعافيه. نفس الكلام برضو في الفاليديشن مرة واحدة بس أثناء الـ50 إيتريشن وصلت للـ80. نفس الكلام لو جينا نبص في اللوس، فاللوس هو السيل الأسوأ مع الريزنت، هو فوق الواحد، ما بين الواحد والاثنين، سواء كان في التريننج ده كمان الفاليديشن أسوأ من التريننج. الاكسبشن بدأت، يعني احنا لو جينا نبص كده لوهله على الاكسبشن في الاكيورسي، هنلاقي الاكيورسي بتاعتها معقوله جدا، يمكن كمان بتخبط في 99، فهي كانت قريبه للدنس نت، بس ستيل برضو في عملية التستنج، سوري، في عملية الفاليديشن ما بتدينيش أفضل حاجة. فإحنا كنا متوقعين إن هي برضو في التستنج هتبقى النتائج أقل. لو جينا نبص في اللوس، اللوس برضو ستيل يعني معقول، هو بيدي في التريننج أقل، بس برضو في الفاليديشن ستيل هو أعلى من الـ 0.1. دي قدام حضراتكم شكل الكونفيوجن ماتريكس اللي طالعه من الاكسبيرمنت اللي اسمها ريزنت 50 سي ان ان والاكسبشن سي ان ان. الكونفيوجن ماتريكس اللي خاصه بالريزنت كانت سيئه للغايه، يعني نيجي نبص كده كم الغلط اللي طالع ما بين الترو والبريدكشن رهيب. الاكسبشن سي ان ان ككلاسيفيكيشن ما بين 4 كلاسز كانت تديني 95%، بس ميزتها في ايه؟ يعني اللي احنا لقيناه ميزتها لو جينا نبص على اول رو اللي هو خاص بالالومنيوم كنز، هنلاقيها من ال 159 طلعت 156 صوره صح. فخلي بالنا في حاجه، لو انا هشتغل كان المهم بالنسبه لي ان انا اسلكت بس الالومنيوم كنز، مش هتشيك على انها كلاسيفاير، فالاكسبشن بتديني نتائج ممتازه. لكن لو انا مهتميه بعمليه الكلاسيفيكيشن، اهتمام بالكلاسيفيكيشن، يبقى الدنس نت هو اللي يتم اخذه في الاعتبار، لان الدنس نت بيديني كلاسيفيكيشن اكيورسي على الـ4 كلاسز كان 97. الاكسبشن بيديني كلاسيفيكيشن اكيورسي على مستوى الـ4 كلاسز كان 95، فبالتالي في فرق. لكن هنا لو كان اهتمامي بس بالالومنيوم، يبقى انا هظبط الماشين اللي هخليها في المصنع على ان هي تشتغل على الاكسبشن سي ان ان مش الدنسنت. دي برضو المرفق لحضراتكم التيبلز كلها اللي بتتكلم لي على الكلاسيفيكيشن ميجر في حاله البرسيجن والريكول والاف 1 سكول لو انا شغاله ريزنت، والبرسيجن والريكول والاف 1 سكول لو انا شغاله اكسبشن. الاحظ بس ان النتائج سواء كانت ماكرو افريج او ويتد افريج
الثلاثة ميجرز اللي خاصين بالريزنت كانت سيئة، يعني 51 46 40 فيها كانت سيئة للغاية. نفس الكلام في الويتد افريج، لكن لو جينا نبص على الاكسبشن النتائج بدأت تبقى معقولة شوية، 95 تحت اهي 95 و95، فالبرسيجن والريكول والاف 1 سكور ممتاز في سواء مايكرو بقى او ويتد افريج، فهي النتائج بتاعتهم معقولة، بس مقارنة بالدنسنت على الأربعة كلاس ستيل هي أقل منها ب2%. طب احنا ما استكملناش دكتور بكده، دقيقة هيدا واحدة، لسه اهو فاضل دقيقة فعلا. هي فعلا دقيقة واحدة مظبطة على دقيقة. طيب لو جينا بقى نقارن نفسنا بقى بالشغل اللي كان قبل كده، جبنا كل الأبحاث اللي اشتغلت على الويست كلاسيفيكيشن سواء على الداتا سيت اللي احنا اشتغلنا عليها أو أي داتا سيت تانية، هنلاحظ ايه؟ هنلاحظ ان الموديل بتاعنا كل الابحاث كانت قبل كده كانت واصله لاكيورسي 95%، البروبوز موديل بتاعنا كان واصل ل 97%، فهو اوت بيرفورم كل الشغل القديم ده، حتى انا اتكلمت على بعض الشغل ده في الجزء الاخير. كونكلوجن سريع، انا اتكلمت على ايه؟ عن الويست والاهتمام بالويست ريسايكلينج، لانه واحد من اهم الطرق اللي ممكن من خلالها نعيد بناء اقتصاد دول، واتكلمت على معلومه مهمه جدا ازاي نستفاد من تحويل كم الاطنان ده من علب الكنز الالومنيوم خالص. اقترحنا موديل اسمه دنس نت سي ان ان، وصلنا فيه الاكيورسي 97%. المعلومه المهمه، الصور اللي كانت معايا رجعت كام جرام من الالومنيوم؟ لو انا اشتغلت على الدنس نت من 150 صوره اللي كانوا صح، علبه الكنز الواحده كان حجمها 13 جرام، فبالتالي رجعت 1950 جرام الومنيوم من الدنس نت. لو انا اشتغلت اكسبشن وكان الاهتمام بوان كلاس، فانا طلعت 156 صوره ضربتهم في علبه الكنز الواحده حجمها 13 جرام، فطلع لي 2028 جرام. اخيرا ده البروجكت ان شاء الله اللي بيتبناه دكتورنا ابو العيله، ان هو هنعيد استخدام او تحويل ازايز الكنز دي لهيدروجين اخضر. شكرا معاليكم جدا، ده الايميل بتاعي لو في اي اسئله. شكرا جزيلا لحضراتكم. شكرا دكتورة غادة، توك متميزة كنا بنتكلم فيها على الويست مانجمنت وازاي اقدر استخدم الارتفيشال انتليجنس ان انا احل مشكلة او اعالج الويست مانجمنت بروبلم. التوك التانية ان شاء الله هتكون مع دكتور جهاد اسماعيل، دكتور جهاد اسيستنس بروفيسور في الجامعة الكندية، والتوك ان شاء الله عنوانها ماشين ليرنينج بيزد فوركاستنج اوف الكتريسيتي ديماند فور سستينابل الكتريسيتي بلان. اتفضلي يا دكتور جهاد. دكتور جهاد، هو الصورة موجودة بس مفيش صوت، احنا مش سامعين حضرتك. دكتور جهاد، حضرتك سامعني كده صح؟ تمام كده، اتفضل. الأجندة بتاعتنا هنتكلم فيها الأول عن في الانترودكشن، هندي سمول انترو عن أهمية الإلكتريستي في مجالات الحياة، وعن أهمية الإلكتريستي كونسومشن تو ساتيسفاي سستينبل ديفلوبمنت جولز، وبعد كده هنشرح الداتا سيت اللي احنا اشتغلنا عليها بكل البروبرتيز بتاعتها وكل المشاكل اللي فيها وازاي اتعاملنا معاها في البروبوز موديل، وبعد كده هنعرض النتائج وهنختم بالكونكلوجن والفيوتشر ورك. طيب في الانترودكشن، احنا عندنا النيم بروبلم، احنا عارفين ان استهلاك الكهرباء ليه اهميه كبيره في خلق بيئه مناسبه اللي هو السيوتبل انفايرمنت، وكمان ليها تاثير كبير في تعزيز الاقتصاد. يعني احنا دايما بنستخدم الكهرباء بتلعب دور حيوي في تشغيل الانظمه الاساسيه زي الاير كونديشنر وزي التكييف، ومن الناحيه الاقتصاديه برضو كان ليه دور مهم في تشغيل المعدات والاجهزه الضروريه للمصانع، فبالتالي بيأثر على تحسين الأداء الاقتصادي. فعلى الرغم من أهمية الاستهلاك الكهرباء إن هي بتخلق أو بتكريت suitable environment، كان في حاجة ملحة إن إحنا نحل المشاكل البيئية أو القضايا البيئية عن طريق إن بقلل استهلاك الكهرباء اللي هي بعمل electricity consumption. طيب وعن طريق إيه كمان؟ إن أنا بحاول أفاين بالانس، إن أنا بحاول إن أنا يعني ما أحرمش نفسي من الرفاهيات زي إن أشغل التكييف أو أشغل مثلا الإضاءة أو أشغل المصانع، بس في نفس الوقت إن أنا بقلل تأثيرها على البيئة. فطبعا ده إحنا كل دورنا إن إحنا بنحاول نخلق أو contribute more sustainable و eco-friendly environment.
كمان إن تقليل استهلاك الكهرباء كان بيخدم أهداف كتيرة في التنمية المستدامة، وأهم هدفين بالنسبة لنا هي الهدف نمبر 7 والهدف نمبر 13. الهدف نمبر 7 ده اللي هو Affordable and Clean Energy، ده اللي هو الطاقة النظيفة والمتاحة. والهدف أو الجول نمبر 13 هو Climate Action، اللي هو التصدي لتغير المناخ. طب إزاي بيخدم الهدفين دول؟ يعني عن طريق إن أنا لما بزيد استهلاكي للكهرباء، ده مثلا من مصادر الطاقة المتجددة اللي هو Renewable Energy زي السولار وزي الويند، فده بيقلل لي اعتمادي على الفوسيل فويلز اللي هو الوقود الحفري. فده بيهدف يعني ده بيساعد ان هو بيخدم الهدف رقم 7 اللي هو ليه علاقة ب اللي هي الافوردبل اند كلين انرجي. كمان ان هو ليه دور كمان مع الهدف رقم 13 اللي كان تركيزه الاساسي على التصدي لتغير المناخ، وده من خلال ان هو بركز على استهلاك مصادر الطاقة المتجددة اللي هو الرينيوبل انرجي، زي مثلا ان انا بعتمد على الليد لايتنج في المباني والمصانع بدل ما استخدم مثلا الفوسيل فويل، او بدل مثلا ان انا بستخدم الالكتريكال كار بدل ما انا اعتمد على الديزل او الفوسيل فويلز اللي هي بتزود الانبعاثات الكربونيه، فطبعا بتاثر على التغيرات المناخيه اللي طبعا بتعكس كتير على البيئه. طيب احنا ليه لجأنا ان احنا نستخدم ماشين ليرنينج ما استخدمناش التراديشنال ميثودز؟ احنا اغلبيه الناس اللي بتشتغل في الفوركاستنج بتعتمد اما تستخدم التراديشنال ميثود لان الماشين ليرنينج الجوريزمز. ايه الفرق ما بينهم؟ احنا في التراديشنال ميثودز اللي احنا بنستخدمها مثلا للتنبؤ باستهلاك الطاقه عندها ليميتيشنز كتير، زي مثلا هي تايم سيريز اناليسز ان هي مش بتقدر تادابت مع الكومبلكس او دايناميك داتا، لكن الماشين ليرنينج الجوريزمز في المقابل هي بتقدر تتعامل مع انواع مختلفه جدا من الداتا. حاجه كمان ان انا عشان التراديشنال ميثودز هي مش بتقدر تتعامل مع الكومبلكس داتا، فبالتالي بتاثر على الاكيرسيز بتاعتها، فبتاثر على البريدكشن او الفوركاستنج ريزلتس. لكن الماشين ليرنينج اثبت الافشنسي بتاعته في ديفرنت فيلدز، زي مثلا ان هو بيبريدكت الويذر او بيبريدكت الهيومن بيهيفير، واستخدمناه كمان في الباور كونسومشن، وهي كمان اقدر ابريدكت فيها الافشنسي بتاعت الاكيبمنت في المصانع. طيب احنا الداتا سيت اللي احنا اشتغلنا عليها هي بنش مارك داتا سيت، هي ريسنت داتا يعني اخرها لحد 2023، هي طبعا هي هيستوريكال داتا متجمعه من 2009 لحد 2023، متاخده من ناشونال جريد الكتريسيتي سيستم اللي هو حاجه اسمها اي اس او، دي متاخده من جريد بريتن من بريطانيا. هي عباره تقريبا عن 26000 ريكورد ابروكسيمت، هي مش 26000، هي 25000 وفراكشن، هي ابروكسيمت 26000، حوالي 20 فيتشرز. وهي متجمعه مثلا هي الداتا دي كل ريكورد فيها بتاخد كل مرتين في الساعة، عشان كده number of records per day بيكون 48 records. طيب عشان نفهم طبيعة الداتا سيت، فالداتا سيت دي احنا متجمعة من 2009 يعني 2009 لحد 2023 لحد 2023. طيب احنا عايزين نشوف نسبة استهلاك الكهرباء كانت قد ايه في ال 2 years دول بالتحديد من 2009 لحد 2023. فلقينا في سنة 2023 كانت الاستهلاك الكهرباء كان بيقل كتير عن 2009، ده بيدينا indication إن الناس بقى عندها وعي أكتر، بالذات في بريطانيا، يعني الداتا دي أصلا متاخدة من بريطانيا، فعندها وعي أكتر بالمشاكل أو القضايا البيئية. فعشان كده إن نسبة الناس اللي بتستخدم الحاجات تقيس الفوز الحاجات اللي هي الوقود الحفري بتأثر على التغيرات المناخية بقت أقل. وبعدين عملنا الاكسبيرمنت دي ان هي تكفر كل الرينج، يعني بدل ما هي بس توقف على 2 years من 2009 و2023 بس، احنا جربنا الاكسبيرمنت دي ان احنا نشوف بس على اوفر ذا years كانت الدنيا ماشيه ازاي. فاوفر ذا years من 2009 لحد 2023 كان نسبه استهلاك الكهرباء بيقل تدريجيا لحد 2023. طبعا هي احنا 2023 لسه ما خلصتش، فالداتا دي كانت كفر لحد شهر 9 في 2023، فاحنا اولموست احنا ناقصين 3 شهور بس من السنه دي، فيعني مش هيوصل ان هو يقع لحد مثلا، يعني لو زاد هيزاد لحاجه بسيطه خالص، بس ستيل ان الكيرف ديكريزنج. فده نتيجه ان هناك في بريطانيا كان فعلا بقى بيرجعوا ان هو يستخدموا رينيوبل انرجي زي السولار وزي الويند، وقللوا استخدامهم للديزل والفوسيل فويلز اللي هي بتاثر على اللي هي sustainable development goals، لو كنا عايزين فبالتالي نظبطها هي والحمام هي بتأثر على sustainable practices. المطبخ نصلحها طيب حتى الموديل الحمام بتاعنا، في الدكتور الموديل بتاعنا احنا دخلنا historical time data. يا دكتور جهاد، هو بس في حد فتح المايك، يا ريت يقفله. اتفضل يا دكتور.
الداتا سيت اللي دخلنا هي historical أو time series data. فيعني يعني ايه historical time series data؟ يعني كل record associated with time stamp اللي هو ظهر امتى أو حصل امتى الكلام ده، أنهي يوم بالظبط. طيب الداتا دي كان فيها مشاكل. المشكلة الأولانية في حاجات features irrelevant. يعني ايه feature irrelevant؟ ملهاش علاقة بال target بتاعنا أو ال objective بتاعنا هو ال forecasting electricity demand، زي مثلا ال ID. فاحنا عملنا remove ال features دي. كمان ان الداتا سيت كان فيها missing values، كان فيها non values exist في different features. في feature من هي في two features منهم من الداتا سيت كان عندهم مشكلة ان هي around مثلا 68% من ال values كانت non values، فطبعا ما اقدرش اعمل لها prediction من methods اللي احنا عارفينها زي median مثلا او mean. فاضطرينا ان احنا نعمل لها two features دول drop، وبقيت ال features عملنا يعني استنتجنا ال missing values using the median method. وبعد كده نيجي عند الفيز بعد كده اللي هي الاوت بير بريدكشن. عشان نديكت الاوت بيرز الموجودين في الداتا رسمنا شكل الهيستوجرام ديستريبيوشن، ده بيوريني شكل الديستريبيوشن اوف داتا. فلقينا طبعا تي اس دي ده اللي هو ده الموست افكتيف بارامتر، ده اللي هو اسمه ترانزميشن سيستم ديماند، ده اللي هو بيقول لي استهلاك الكهرباء قد ايه. فلما جينا عملنا ديستريبيوشن بشكل نورمال هي شكل السامبلز اكوردنج للتي اس دي، لان اغلبيه الديستريبيوشن بيفولو النورمال ديستريبيوشن ما عدا حبه سامبل. السامبلز دول هم بره يعني مش ماشيين مع شكل الديستريبيوشن بتاعي. هي حوالي 500 سامبلز، فال 500 سامبلز دول عملنا لهم دروب عشان ما تاثروش على الاكيورسي او على الريزولت. بعد ما نطلع من الفيز دي اللي هي pre processing phase، طلعنا process data اللي هي خلاص ال data بتاعتي بقت clean، ما فيش فيها missing values، حلينا مشاكل الحاجات irrelevant، حلينا مشاكل outliers. بعد كده ال data اللي هي ال process data اتقسمت لجزء train وجزء test. احنا مني ان ال data set بتاعتنا احنا قلنا ان هي historical data، فاحنا خدنا من 2009 لحد 2020، الجزء ده كله خدناه for training، والجزء التاني خدناه من 2021 لحد 2023. طيب وبعد ما قسمنا الداتا سيت لترين وتست، وبعد كده دخلناها على كلاسيفاير. احنا اشتغلنا هنا على اكستريم جريدينت باستنج ماشين ليرنينج الجوريزم، وبعد كده بعد ما عملنا له ترين جربنا بيه التستنج داتا وطلعنا ريزلت. نيجي بقى في الاكسبيرمنتال ريزلت. احنا قلنا احنا مني فوكس على اكستريم جريدينت باستنج، او احنا جربنا طبعا في الاكسبيرمنت اللي بعدها اكتر ماشين ليرنينج الجوريزم، ولقينا ان ده كان احسن حاجه. فده موست افكتيف بارامتر اللي بيأثر على البرفورمانس بتاعه حاجه اسمها ماكسيمم تري ديبس اللي هو الام تي دي. طب ال MTE ده very critical، لأن اختياري ليه اما لو كان مثلا ال value بتاعتي كانت عالية قوي فده هيسبب لي مشكلة حاجة اسمها ال over fitting، ان هو trained very well على training لكن هو failed ان هو يقدر generalize for unseen data اللي هو ال testing data. ولو كان اختيار ال value دي كانت صغيرة جدا ده بيخليه ان الموديل بتاعه برضه ميبقاش accurate، فبيضطر ان هو بي ignore critical patterns موجودة في شكل ال data، فبتطلع لي برضه results مش كويسة. فلما وصلنا ان ال MTD لما جربناه مره بالي ب 4 مره ب 6 مره ب 8 مره ب 9 ان بقت equal to 6 كان بيطلع احسن ريزولت. وبعد كده عملنا اكسبيرمنت جربنا مع different machine learning algorithms زي الارينا زي راندوم فورست زي سبورت فيكتور ريجريشن، وبرضه استخدمنا اكتر نوع من انواع الميجرمنتس اللي هي روت مين سكوير ايرور وال ار سكوير والمين ابسولوت ايرور والمين ابسولوت برسنتج ايرور. لقينا ان احسن حاجه كان اكس جي باست اللي هو الاكستريم جريدينت باستنج كومبيرد بقيت مع ماشين ليرنينج الجوريزمز طلع نتائج احسن. وبالنسبه لي نتائج احسن هنا بالنسبه للروت مين سكوير ايرور والار سكوير والحاجات التانيه ان هو طلع فاليوز اقل. طيب جينا قارنا النتائج اللي هي الاكشوال مع الاكسبكتد. الاكشوال هي الحاجه اللي اوريدي اكزيست، هي الحاجه اللي اوريدي انا خلاص عملت لها ريكوردنج في التست داتا، مع الحاجه اللي هي الاوتوميتد او الجنريتد من الموديل بتاعي. لان اغلبيه البوينتس اللي طالعه اللي هو الجنريتد الالاينمنت بتاعها يعني اولموست ايدنتيكال، فده بيبروف الريابيلتي بتاع الباز موديل. طيب احنا البيبر دي عملنا موديل، الموديل ده مني بيز على الماشين ليرنينج الجوريزم ده عشان يقدر يعمل بريدكشن للالكتريسيتي كونسامشن ده كل يوم. احنا اشتغلنا على داتا سيت اولموست 26000 ريكورد فيها 20 فيتشرز، وقارنا الالجوريزم ده مع ديفرنت ماشين ليرنينج الجوريزم، كان اكس جي باس كان طلع احسن حاجه. احنا الاكسبيرمنت ريزلت ممكن بتقول يعني ممكن استخدم بروبوز موديل ان انا اطبقه مثلا فور بلانينج او انرجي مانجمنت، ممكن كمان استخدمه ان انا اقدر اعمل ريدكشن للكربون ايميشنز. That's it. شكرا جزيلا لك. تمام، شكرا دكتورة جهاد. البيبر اللي جاية إن شاء الله هتكون مع دكتور سارة عبد الغفار، أسيستنت بروفيسور بالجامعة الكندية،
البيبر بعنوان Machine Learning Based Prediction of Biochemical Oxygen Demand and Climate Impact Assessment in Full Scale Water Waste Water Treatment Plan. اتفضلي يا دكتور صلاح. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا أولا دكتور منى. بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان البيبر بتاعتنا Machine Learning Based Prediction of Biochemical Oxygen Demand and Climate Impact Assessment Full Scale Waste Water Treatment Plan. طبعا البيبر بالتعاون تحت إشراف أساتذتي أستاذ دكتور أبو العيلة حسنين وأستاذ دكتور أشرف درويش. الأجندة بتاعتنا هنبدأ بالإنترودكشن وهنعرف فيها إيه الأوبجيكتيف بتاعنا وإيه البروبلم ديفينيشن، ونتكلم عن شكل الداتا سيت وإيه الفاكتورز اللي إحنا متوقعينها منها، وبعد كده نبدأ نتكلم في البري بروسيسنج والبريدكتيف موديل ونعرض الريزلتس اللي إحنا وصلنا لها والكونكلوجن والفيوتشر بورد. طبقا لتقارير الأمم المتحدة اللي هي كانت في 2022، إن الكثافة السكانية في العالم هتصل إلى 9.7 مليار في 2050، وهتوصل ل 10.4 بليون في نهاية هذا القرن. طبعا الزيادة الكثافة السكانية وازدياد الكثافة السكانية ده بينعكس تماما على الفريش ووتر ديماند والاحتياج لإن يحصل هيفي انفستمنت لكل الدول ولكل حكومات العالم في ان هم يتجهوا في ان هم ينفست في الانفراستراكشر للفريش ووتر ديماند ولمعالجه او ان هو يحصل ريوز او للويست ووتر مانجمنت. الوضع في مصر بالظبط لو حبينا نتكلم يعني على الصعيد اللوكال، فالوضع في مصر اللي هو طبقا لتقارير الشركه القابضه الهولدنج كومباني فور ووتر اند ويست ووتر، ان الديماند في مصر محتاجين للفريش ووتر محتاجين 114 مليار متر مكعب بالريف. احنا الافيلبل اللي موجود واللي كارنتلي هو 60 مليار متر مكعب. ده بينعكس ان في ديفرنس او في نسبة عجز تقدر ب 54 مليار متر مكعب. ده رقم يعتبر يعني نقدر نقول يعني رقم كبير جدا وتشالنج كبيرة جدا، بس في نفس الوقت الرقم ده لما يتعمل له اناليسيس ففي اوبورتيونيتي كبيرة جدا. الرقم ده بيقول ان احنا 76% من الديماند للفريش ووتر اللي رايحين للاجريكلتشر و7% رايحين للاندستري، يعني مما يعني ان احنا في 83% ممكن يتوفروا من فكرة دكتور الويست ثورة ووتر. معلش، هو بس الشاشة عند حضرتك اللي واقفة في أول سلايد. واقفة على أنهي سلايد يا دكتور؟ كانت في الأول خالص. كده بانت؟ اه بالظبط. اوكي. هو يبدو إن كان في مشكلة فأنا بنقل يعني عذرا. ما فيش طيب مشكلة شكرا. نرجع للرقم. فهنا كان نقدر نقول إن كان في يعني نسبة العجز في مصر أو نسبة التشالنج في مصر إن حوالي يقدر بحوالي 54 مليار متر مكعب في السنة. ده يعتبر نسبة العجز أو الفرق ما بين الاحتياج ونسبة اللي هو الافيلبل دلوقتي. الرقم ده زي ما كنا بنقول ان لو عملنا له اناليسيس فهنكتشف ان احنا عندنا حوالي 76% رايحين منهم للاجريكلتشر و7% رايحين للاندستري اللي هو بالظبط اللي هم ممكن يعتمدوا على الويست ووتر. فيعني 83% احنا في الاحتياج للفريش ووتر، في 30% منهم رايحين لده، فدي اوبورتيونيتي كبيره جدا، وده اللي يقول ان مصر ليه محتاجه تفوكس على الجول ده وانها تبدا تتعامل من خلال انتليجنس ابروتشز في هذا الجول. طبعا عندنا الارقام برضو اللي مرتبطه بمصر، لو بصينا على نسبه الويست ووتر بلانس الويست ووتر تريتمنت بلانس
انها حوالي دلوقتي 409. طبعا موجود منهم حوالي 289 موجودين في دلتا النيل، اللي بتبريديوس البلانتس دي بتبريديوس دلوقتي 0.0087. المفروض الجول بتاعنا والتارجت بتاعنا في 2037 ان الرقم ده يوصل ل 0.019. طبعا ديفرنس كبير جدا، يعني في تشالنج كبير جدا، خصوصا الرقم ده ايه بالمليار متر مكعب. فده اللي فالرقم ده يعني ان احنا محتاجين نزود كثافة البلانتس، بس ده بينعكس ان كثافة البلانتس دي ان احنا نزود الكباستي بتاعتها، انها بيبقى فيه كونسومشن كبير جدا في جزء الالكتريستي وفي الانرجي، فده يعتبر اصلا مشكله كبيره اصلا، وده تشالنج كبير اصلا في مصر. غير كده ان طبعا في جزء اللي هو الهيومن كوست، فكل ده بينعكس ان احنا صعب ان احنا عشان نوفر او ان احنا نزيد الكباستي دي، فان احنا انكريز النمبر اوف بلانتس، فده هيبقى صعب جدا علينا. فيبقى الحل ان احنا نمبروف او نعمل انهانسمنت للاوبريشنز نفسها، فالاوبريشنز نفسها وعمليه التريتمنت تصبح انها عمليه مور انتليجنت ومور اوبتمايزد. جزء طبعا السستينبل الديفلوبمنت جولز مرتبطه طبعا الجزء الووتر وجزء الويست ووتر، ده طبعا تحت الجول نمبر 6 في السستينبل ديفلوبمنت جول. وعندنا التارجت اللي هو 6.3، ده اللي بيفوكس مينلي على فكره الووتر كواليتي والويست ووتر مانجمنت، وازاي ان احنا ممكن نستخدم الانتليجنس ابروتشز في ان احنا نزود الكواليتي لعمليه الويست ووتر تريتمنت. طيب احنا بنفوكس بقى على ايه هنا في البحث هنا او البروبلم ديفينيشنز بتاعتنا؟ طبعا عمليه الويست ووتر مانجمنت بتمر بمراحل، اكتر من مرحله، اهمها اللي هي عمليه اللي هي التخلص من المخلفات اللي هي الاورجانيك اللي هي المخلفات ايه العضويه. فبتيجي اول دي تعتبر من اهم الفيزز، ودي تعتبر فيها جزء اللي هو الكيميكال بروسيجرز، دي اهم مرحله فيها، والكريتيكال فاكتور فيها او الكريتيكال كومبوننت فيها هي عمليه اللي هو بالبايوكيميكال اوكسجين ديماند، اللي احنا محتاجين ان ده تيست بنقدر نحدد من خلاله الاماونت اوف اوكسجين. لان عمليه التريتمنت بتتم هنا في الفيز دي ازاي؟ بتتم من خلال اللي هي المايكروبكتيريا. المايكروبكتيريا دي هي اللي بتقدر تخلصنا او انها بتقدر تقضي على اللي هي المخلفات اللي هي ايه الاورجانيك. طبعا فالمايكروبكتيريا دي محتاجه لنسبه اكسجين في الووتر، فهو ده نسبه الاكسجين دي مان طبعا، لان لو قلت عن نسبه معينه او عن رقم معين فده بيؤدي ان البكتيريا دي بتموت، فبتظل ايه هذه ايه المخلفات، وهو ده بيبقى ايه التشالنج اللي بيقدر يقلل من الكواليتي للويست ووتر. فيبقى الغرض بتاعنا ان احنا نقدر نطلع بريدكت موديل، ان البريدكشن بتاعي يقيس نسبه الاماونت اوف اكسجين اللي محتاجاها البكتيريا دي، وان احنا نربطها بالكلايمت فاكتورز المؤثره عليها، عشان عارفين ان في دلوقتي ان احنا الازمه الكلايمت تشينج، فنقدر نعرف الغرض، نقدر نعمل نبريدكت الفاليوز دي، فيبقى بناء عليها في ديسيجن بيتاخد، وفي نفس الوقت احنا ممكن نقدر ان احنا نغير الفاكتورز ونقدر نشوف ايه العوامل المؤثره عليها، فيبدا العمليه تتحول لعمليه ايه اوبتمايزيشن. الداتا سيت اللي اشتغلنا عليها كانت هي من بنش مارك داتا سيت، كانت من المدينه الاستراليه اللي هي ميلبورن، كانت عباره عن على مدار 6 سنين، كانت بتعبر السايز نفسه بتاع الداتا سيت 1882 ريكوردز. الداتا كانت فيها مجموعه من الفيتشرز، اول كان نقدر نقول ان هما 3 كاتيجوري. اول كاتيجوري كان بيعبر عن جزء الهيدروليك بارامترز، اللي هو بيعبر طبعا احنا هنا بنقيس الاكسجين، فمهم قوي نعرف الاوت فلو، الافريج اوت فلو والان فلو. ثانيا تاني كاتيجوري كان جزء اللي هي الويست وور كاركترستيك، اللي هي الفيتشرز نفسها اللي متعلقه كبروبرتيز في الويست ووتر، اللي هي نسبه الامونيا ونسبه الكيميكال اوكسجين ديماند، اللي هي بتعبر عن التوتال لكل الاكسجين اللي هو محتاجه في اكتر من عمليه زي عمليه الاكسده والتايونز، وعندنا اكتر من عمليه تمام. وعندنا جزء ايه التوتال نيتروجين.
الجزء بقى اللي هي اللي احنا عايزين نشوف تأثيره اللي هي الكلايمت فاكتورز. فكانت الكلايمت فاكتورز اللي موجودة في الاكسبيرمنت بتاعتنا كانت اللي هي بتعبر عن التمبريتشر من خلال الافريج والماكسيمم والمينيمم وجزء الاتموسفير بريشر، وعندنا جزء اللي هي هيوميديتي والرين فول والفيزابيليتي والويند سبيد. وزي ما قلنا كانت الداتا متاخده على مدار 6 سنين. الموديل الاوبتمايزد بريدكتيف موديل بتاعنا كان مينلي كان بيفوكس على تو فيزز. اول حاجه الفيتشر سيلكشن، وده كان الغرض منه ان احنا نشوف مين الموست ريليفنت فيتشرز اللي بتاثر بشكل مباشر على الاكسجين ديماند، ودي اعتمدنا فيها ان احنا نستخدم المينيمم ريداندنسي ماكسيمم ريليفنس اللي هو الام ار ام ار، بحيث ان هو يحدد لي يايدنتيفاي مين الموست ريليفنت فاريبلز. ويجي بعدها السكند فيز اللي هي جزء البريدكشن، وده اشتغلنا فيه ان احنا نبيلد الموديل من خلال انسامبل ديسيجن تري، ونبدا عندنا اوبتمايزيشن فيز تعتمد على البيزيان اوبتمايزيشن في ان هو يوبتمايز بعض البارامترز اللي من ضمنها كانت الليرنينج بارامترز ان هو يختار الانسامبل ميثودز نفسها، فيختار ان هي باجينج ولا بوستنج، يختار الليرنينج يوبتمايز الليرنينج جريد النمبر اوف ليرنرز اند المينيمم ليف سايز. فكان ده شكل كده الموديل بتاعنا، ان الداتا سيت بنبدا نشتغل عليها تريننج وتيست وفاليديشن، يبدا بعد كده يبيلد الموديل بيزد على الديسيجن تري، وبعد كده يبدا يقوم بعمليه اللي هي الويتد فوتنج اللي من خلال الانسامبل ميثود، يبدا بعد كده عمليه الفاليديشن من خلال الكروس فاليديشنز، ويبدا يميجر يدخل في الايفالويشن كارتيريا بتاعته، ومن خلالها يشوف اللي هو لحد ما يقدر يعمل اوبتمايزيشن، من لو ما كانش لسه وصلنا للستوب كونديشنز فبيبدا يعمل اوبتمايزيشن للبارامترز من خلال البيزيان اوبتمايزيشن، ومجرد ما نوصل للاوبتيمال اكيورسي فبيبدا ان هو يخرج ويديني البريدكتد اوتبوت ويديني الفاينل بيرفورمانس ميجر. الريزلت اللي وصلنا لها اول حاجه كانت عايزين نوصل لها هو مين الموست ريليفنت فيتشرز، فلما بدانا اشتغلنا بالام ار ام ار فبدانا بنشوف بنحدد الامبورتنس من خلال السكور بتاعنا، فكان نمبر 1 طبعا وده اكتر حاجه كان كريتيكال فاكتور او مؤثر عليه هو الكيميكال اوكسجين ديماند، لان زي ما قلت ان ده بيعبر عن التوتال للاكسجين بقى لكل البروسيديرز اللي بتتم في عمليه الووتر مانجمنت. وكان اهم حاجتين برضو اللي هم بقيه الويست ووتر فيتشرز اللي هو النيتروجين والامونيا. من الكلايمت كان مؤثر جدا الهيوميديتي، ويجي بعد كده الهيدروليك بارامترز اللي هو الافريج الانفلو والاوت فلو، ويجي بعدهم الويند سبيد من الافريج والماكسيمم. انما كان اللي هو ليس ريليفنت فيتشرز كان جزء التمبريتشر وجزء البريشر وجزء الفيزابيليتي، كان نقدر نعمل لهم اجنور وكانوا مش مؤثرين بشكل كبير على البريدكشن مود. النتائج دي من خلال الام ار كانت ماتشت جدا مع لما عملنا اناليسيس بالكوريليشن ماتريكس. لو بصينا هنا في الكوريليشن ماتريكس فهنلاقي فعلا اللي هو الموست ريليفنت هم اللي هو جزء اللي هم الويست ووتر فيتشرز سواء الكيميكال اوكسجين ديماند والنيتروجين والامونيا، يجي بعدهم جزء الهيوميديتي، ويجي جزء الهيدروليك، ويجي بعد كده جزء الويند سبيد، او بقى اما جزء الفيزابيليتي وجزء التمبريتشر. فكان يقدر نقول ان التاثير بتاعهم يعتبر ضعيف ونقدر ان احنا ايه ما نعتمدش عليهم از موست ريليفنت فيتشر. البريدكشن عذرا موديل بس بقى الدكتورة سارة، بس فاضل دقيقتين. تمام دقيقه واحده انا خلاص بقول للاخر حاجه. بالنسبه لنا كان بدانا لما عملنا كومباريزونز للفاينل ريزلتس بتاعتنا، فقارنا مع اللينير ريجريشن، وقارنا مع الديسيجن تري، وقارنا مع التو انسامبلز ديسيجن تري اللي هي الباجد والبوستد، والموديل بتاعنا ان هو يعمل اوبتمايزيشن للانسامبل ديسيجن تري. طبعا الايفالويشن كارتيريا بتاعتنا بتعتمد على الروت مين سكوير ايرور والمين ابسوليوت ايرور والار سكوير كوفيشنز. طبعا هناخد بالنا ان حصل انهانسمنت وحصل امبروفمنت في الثري ايفالويشن ميجرز، وكان البروبوزد موديل نقدر نقول هو كان فعلا حقق اللي هو ايه ان هو المور افيشنت.
الكونكلوجن بتاعنا ان احنا نقدر نقول ان يعتبر البروبوزد موديل يقدر تطلع نسبه هاي اكيورسي، قدرنا من خلاله نكتشف هو ايه الكلايمت فاكتور، وده كانت اهم حاجه عشان تاثير الكلايمت تشينج حاليا نقدر نقول ايه الكلايمت فاكتورز اللي بتاثر على البروسيس او البروسيدير المتعلقه بجزء التريتمنت الويست ووتر تريتمنت مانجمنت، وفي نفس الوقت عشان زي ما بنقول انها تساعدني في ان هو تيك ديسيجنز او ان انا اقدر اعمل اوبتمايزيشن للبروسيديرز دي. طبعا الفيوتشر ورك ان احنا لسه ممكن الاكيورسي نقدر نشتغل عليها اكتر من خلال مور ادفانسد ابروتشز، وكمان ان احنا بنسيرش على اكتر من داتا سيت يبقى فيها انفايرمنت اكتر من كده فاكتورز، يعني اكتر من كده ممكن تكون ليها ريليشنز او يكون ليها تاثير اكتر على الويست ووتر تريتمنت مانجمنت. شكرا جزيلا لحضراتكم، واتمنى ان يكون اليوتيوب فات حضراتكم. شكرا جزيلا دكتور منى، السلام عليكم ورحمه الله. شكرا دكتورة سارة. التوك اللي بعد كده مع دكتور داليا عزة في الجامعة الكندية بعنوان An Explainable Artificial Intelligence Approach for Sustainable Food Security. ماشي، اتفضلي يا دكتور داليا. تمام يا دكتور. البيبر بعنوان An Explainable Artificial Intelligence Approach for Sustainable Food Security، ويعتبر تحقيق الأمن الغذائي من أهم توجهات معظم الدول، وخاصة لضمان توافر السلع الأساسية اللي بيعتمد عليها معظم سكان دول العالم. الأجندة بتاعتنا هتكون في الأول في introduction، then we will talk about role of artificial intelligence in sustainable wheat production اللي بيعتبر من أهم السلع الغذائية اللي بتعتمد عليها معظم سكان العالم. هنتكلم كمان عن research gap on the role of artificial intelligence in sustainable wheat production، وأحد أهم الطرق لمعالجة الريسيرش جاب اللي إحنا هنبدأ نتكلم عليها وهو الـ Explainable Artificial Intelligence. Then هنتكلم عن الـ Proposed Approach و الـ Results and Discussion. Finally we will talk about the Conclusion and Future Work. يعتبر تحقيق الأمن الغذائي هو أحد التارجتس اللي تم وضعها لتحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة، وهو الزيرو هانجر. ويعتبر المحافظة على استدامة الغذاء هو أحد أهم أركان تحقيق الأمن الغذائي، خاصة استدامة السلع الغذائية الأساسية اللي بيعتمد عليها معظم سكان العالم زي استدامة إنتاج القمح. ولتحقيق استدامة إنتاج القمح يجب الكشف المبكر على الأمراض اللي بيتم الإصابة بيها. ولو جينا نشوف ايه هي الامراض اللي ممكن القمح يصاب بيها، تم الكشف عن ان في اكتر من 5 امراض ممكن القمح يصاب بيها. 2 منهم هم المنتشرين حول العالم، ولسه هنتكلم عليهم لما نيجي نبدأ نتحدث عن الـ Proposed Approach. ويعتبر ان احنا يتم الكشف عن الويت ديزيزز. لما جينا عملنا حصر للابحاث اللي استندت على الاي اي وخاصه الديب ليرنينج منها، لقينا ان 60% من الابحاث تم استندت الى الكونفوليوشن نيورال نتورك، وخاصه ال2 دي كونفوليوشن نيورال نتورك اللي بيتم استخدامها مع الايمجز، و20% منها تم استخدام ال 3D Convolution Neural Network اللي بيتم استخدامها مع الفيديوز. ما تبقى من هذه النسب بدأ يتم استخدام أنواع أخرى من ال Traditional Artificial Intelligence. كل هذه الموديل اللي تم استنادها لل 2D Convolution Neural Network أو ال 3D Convolution Neural Network حققت accuracy عالية جدا تفوق ال 90%. ولكن أهم الجابس اللي تم وضع هايلايتس عليها او اهم ليميتيشن فيها هو الليك اوف اكسبلينابيلتي، وهو ان دايما المودلز المعتمده على الكونفوليوشن نيورال نتورك او الديب ليرنينج بشكل عام بتنتج او بتبدا تديني ريزلتس سوليد ريزلتس. مفهوم السوليد ريزلتس نبدا ممكن نحله عن طريق الاكسبلينابيلتي،
مفهوم الاكسبلينابيليتي وهو ان انا بدل ما يكون عندي الموديل يطلع لي ريزلتس غير مفهومه للانسان، ابدا اكسبريس او عب او ابدا ابين ايه هي الفيتشرز اللي تم الاعتماد عليها عشان الموديل يطلع لي ريزلتس زي دي. على سبيل المثال، لو انا عندي موديل بيعمل كلاسيفيكيشن لأوريجينال ايمج، انا عايز الموديل بدل ما يقول ان ده صورة لكات سامبل، ان هو كمان يحدد لي الفيتشرز اللي تم الاعتماد عليها عشان يقول ان دي از كات فيجر. النوع ده من التكنيك هو تحت بند الاكسبلينابل ارتفيشال انتليجنس. اهم التكنيك اللي بيتم استخدامها في الاكسبلينابل ارتفيشال انتليجنس هو الجراد كام. والجراد كام هو حقق طفرة كبيرة في ان يتم اجتياز الارتفيشال انتليجنس التراديشنال ميثودز منها والوصول الى الاكسبلينابل ارتفيشال انتليجنس. عشان كده البروبوزد ابروتش هو بيحقق هذا التوجه. البروبوزد ابروتش اللي بيتم اقتراحه في البحث ده بيتكون من 3 مين فيزز. اول فيز وهي الداتا بريبريشن. الأول عملنا سبليتنج للداتا لتريننج وفاليديشن وتست سيت. بعد كده بدأنا كمان نعمل نورماليزيشن لكل السامبل الموجودة في كل مجموعة. وبعد كده عملنا داتا اوجمنتيشن عشان نخلي الموديل بتاعنا ما يحصلوش أي اوفر فيتنج. الموديل الفيز التانية من البروبوست ابروتش وهي الليرنينج فيز، تم الاستناد الى الكونفوليوشن نيورال نتورك وخاصه البري تريند كونفوليوشن نيورال نتورك منها، اللي بيتم عن طريق ان انا بعمل الاول لود للبري تريند نتورك، زين ان احنا نبدا نعمل ريتريننج لللاست لاير الموجوده في النتورك، وصولا الى ان انا ابدا اعمل للموديل ريتريننج للنيو تاسك او النيو داتا سيت بتاعتنا. البروبوست ابروتش التالت فيز منه هي الايفالويشن ميثودز او الايفالويشن فيز. اعتمدنا على 5 ميجرمنتس، هي الاكيوريسي والبريسيجن والريكول والاف 1 سكور. النيو ميجرمنت اللي احنا تم استخدامها وهي الجراد كام عشان تحقيق فكره الاكسبلينابيليتي، ان انا يكون عندي الموديل بتاعي ما يوصلنيش لسوليد ريزلتس، ان هو كمان يفسر لي كل الريزلتس اللي بتوصل اليها. الداتا سيت اللي احنا استخدمناها هي اللي فيها 3 كلاسز. اول حاجه هي الهيل سويت، ثم تاني كلاس هي احد اهم انواع الامراض اللي بيتم اصابه القمح فيها وهي الاس تي بي. تالت كلاس وهو الستريب راست، وده يعتبر من اهم الامراض اللي بتصيب القمح. حوالي 90% من الامراض اللي بتصيب القمح هي الستريب راست. الموديل اللي احنا بنقترحه وصل لأكيوريسي لأكتر من 90%، وكمان حقق ريكول وبريسيجن وإف سكور وصلت ليه 90%. ما يهمنا في البروبوزد أبروتش وهو إن احنا بدأنا نستخدم الجراد كام، إن أنا بدل ما يبدأ يديني solid results ده كمان كل sample بيقدر ينتج له grade كام. يعني إحنا هنا في ال healthy sample بدأ كمان يوضح هو على أي feature أو على أي جزء من الصورة عمل prediction إن الصورة دي تبع ال healthy class، وكذلك في ال STB وكذلك في ال strip rust. الكونكلوجن بتاعنا ان البيبر بتقدم اكسبلينابل convolution neural network approach، من خلاله ممكن يتم الكشف عن الامراض اللي بتصيب القمح. البروبوست ابروتش قدر يوصل لاكتر من 90%، وقدرنا كمان نعمل اكسبلينابيليتي للريزلتس باستخدام الجراد كام. ممكن يتم استخدام البروبوست ابروتش ل different plant diseases. عشان كده يعتبر البروبوست ابروتش هو more general، ان هو يقدر يحقق لي تحقيق الامن الغذائي من خلال الكشف على اكثر من امراض بتصيب مختلف النباتات.
تمام يا دكتور. تمام. لو حد عنده أي أسئلة، دي كونتاكت إيميل بتاعي، وشكرا لحضراتكم. تمام، شكرا دكتورة دهيت. الدكتور اللي بعد كده هتكون معانا دكتور أسماء سعد، أسيستنت بروفيسور كلية الحاسبات جامعة الشغال. العنوان Water Quality Analysis and Prediction Using Artificial Intelligence Techniques Towards Sustainability. اتفضلي يا دكتور أسماء. تمام، اهلا بحضرتك يا دكتورة منى، واهلا بحضراتكم جميعا اساتذتي وزملائي. العنوان الريسيرش بيبر بتاعنا النهارده بالاوتلاين اجنده، هنبدا بيه انترودكشن عن التوبيك، بعد كده الموتيفيشن والاوبجيكتيف، يليها الميثودولوجي اللي اشتغلنا عليها، بعد كده الاكسبيرمنتال ريزلتس والايفالويشن، والكونكلوجن والفيوتشر دايركشن من الريسيرش بتاعنا. طيب، في الانترودكشن هنا بدأنا السستينابل ديفلوبمنت جول اللي عددهم 17 هدف اللي بترعاها اليونايتد نيشن. بدأنا هنا نركز منها على الجول رقم 6، كلين ووتر اند سانيستيشن. الهدف رقم 6 هنا كان بيأكد على انشور الافاليابيليتي اند سستينابل مانجمنت اوف ووتر اند سانيستيشن اوف اول. الهدف ده كان ليه مجموعة من الأوبجيكتيفز عددهم 8، اشتغلنا منهم على التارجت رقم 1 ورقم 3. التارجت رقم 1 اللي كان بيفوكس على الدرينكينج ووتر، والهدف رقم 3 كان بيتكلم على الامبروف للووتر كواليتي. من التارجت رقم 1 و3 بدأنا نشوف نعمل موتيفيشن واوبجيكتيف للشغل بتاعنا، ان احنا نمنتين الووتر كواليتي كامبورتنت للووتر سكيورتي والسوشيو ايكونوميك ديفلوبمنت والهيومن هيلث على المستوى اللوكال والناشونال ليفل. هنعمل ده ازاي؟ ان احنا نعمل انتجريشن للارتفيشال انتليجنس، خاصة باستخدام الماشين ليرنينج والديب ليرنينج تكنيك للووتر كواليتي اناليسيس وبريدكشن، كترانسفورميشن للسستينابل ووتر ريسورس مانجمنت. برضه الاوبجكتيف بتاعتنا كمان كانت ازاي ان احنا ناسس البوتابيليتي كلاسيفيكيشن للووتر. بعد كده في الأجندة بتاعتنا الميثودولوجي بدأنا بيه إن إحنا نقسمها لـ 3 فيز. أول حاجة الـ Data Collection و Characteristic. الداتا بتاعتنا اللي اشتغلنا عليها، الداتا اشتغلنا عليها كانت من كاجل داتا سيت ويب سايت اس بي فايل، في different quality matrices ل 3276 مسطح مائي. الفيتشرز selected اللي موجودة كانت عندي 9 فيتشرز، و 9 فيتشر انبوت فاريبل و 1 تارجت فاريبل اللي هو بوتابيلتي، اللي هو بيحدد الووتر سيف للهيومن كونسبشن اور نوت. بعد كده بدأنا نشوف الديستريبيوشن للفيتشرز اللي موجوده في الداتا سيت، البي اتش اللي هي كانت بتحدد او تقييم الاسيد بالانس. منظمة الصحة العالمية كانت بتأكد إن هي الحد المسموح بدرجة الحموضة فيه إن هو يكون من 6.5 ل 8.5، بس هنا في الداتا سيت كان فيها ما كانتش الداتا كلها في الرينج ده. في الهارد ريس للداتا اللي هو نسبة أملاح الكالسيوم والمغنيسيوم اللي بتأثر على الووتر كواليتي. السوليد ده بارامتر بيحدد برضو نسبة الأملاح والمعادن. الأورجانيك كربون الجزء بتاع التودابيلتي، نسبة الكلور اللي موجودة، عشان بعد كده يحدد في الآخر اللي هي الدرينكينج ووتر ده بوتابل أور نوت بوتابل. في الفيز اللي بعد كده رقم 2 عملنا بري بروسيسنج ليها امبيوتيشن، لأن كان في ميسنج فاليو. بعد كده فيز رقم 3 عملنا بريدكشن للووتر، استخدمنا هنا 5 كلاسيفاير: لوجيستيك ريجريشن، سبورت فيكتور ماشين كلاسيفاير، راندوم فورست،
الاكس جي بوست الكي ان ان. بدأنا بعد استخدمنا الكلاسيفاير دي عشان نحدد البريدكشن للووتر تابيريتي ونسبتها ان احنا نستخدمها للهيومن يوز، ان هي صالحة للشرب ولا فيها مشاكل. فبعد كده قيمنا ده باستخدام experimental results ب different matrices، منها ال precision وال recall وال F1 score. ودي كانت النتائج من ال different classifier، قسمناها برضو هنا بتشارت. كان أعلى حد فيهم ال logistic regression، كان نسبته 84%، بس كان بالنسبة للريكول والF1 سكور لا ما كانش أحسن حاجة، كان أحسن أفضل منه الراندوم فورست تكنيك. السبورت فيكتور ماشين والكي إن إن كان أقل في البريسيجن والريكول والF1 سكور. من البريدكشن على الداتا سيت ده طبعا مهم للووتر بوليوشن والبروتكت الهيومن ايكو سيستم هيلث. طبعا احسن واحد كان في اللوجيستيك ريجريشن، الاس في ام والاكس جي بوست ما كانش جايب، كان ريزونبل ما كانش زي الراندوم في الاكيورسي. في الفيوتشر ورك قلنا نستخدم مور ادفانسد ابروتش من الديب ليرنينج عشان نبدا نحسن الاكيورسي والكواليتي اساسمنت بريدكشن. يعني ده كان الجزء اللي احنا اشتغلنا عليه، شكرا لكم جميعا. ده لو في اي اسئلة. تمام، شكرا دكتورة أسماء، شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك. تمام، بعد كده معانا التوكل اللي بعد كده معانا دكتور إيمان أحمد، أسيستنت بروفيسور كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة القاهرة. التوك بعنوان Flowers Classification Using Low Carbon Deep Learning Models. اتفضلي يا دكتور. السلام عليكم. هنتكلم على البيبر بتاع Flowers Classification with Low Carbon Footprint Using Deep Learning Pre-trained Models. أنا اسمي دكتورة إيمان أحمد، Assistant Professor كلية الحاسبات والمعلومات جامعة القاهرة، Senior Research Member. الأجندة اللي هنتكلم عليها، الأول هنتكلم على الهدف من البيبر، ال proposed model، ال evaluation اللي اتعمل، results and discussion، وبعد كده ال conclusion. طيب ال objective بتاع ال paper ان احنا عايزين نعمل flower classification بس using low carbon emissions. يعني احنا في techniques كتيرة جدا مستخدمة عشان نقدر نعمل بيها flower classification، بس احنا عايزين نتارجت ان يبقى ال classification اللي احنا بنستخدمه بي 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 طيب ليه احنا حددنا الفلاور كلاسيفيكيشن؟ الفلاورز هي سورس اوف اكسجين، فود، ميديكيشنز. الهاني بيز بتستخدمها عشان يقدروا ينتجوا عسل النحل اللي هو مفيد جدا للانسان، وده غير الديكوريشنز. بجانب ان التاسك بتاع الفلاور كلاسيفيكيشن هي اللي تشالنج، هي تشالنجينج لان الفلاورز كلها شبه بعض، بيبقى فيها color variations كتيرة يعني جوه كل class، وفي نفس الوقت اللوك بتاعهم بيختلف حسب ال weather conditions. يعني إذا كان فيه temperature عالية، إذا كان فيه humidity، إذا كان فيه rain، الصور بتاعتهم بتختلف. طيب احنا هنطبق هنستخدم pre-trained models اللي هي ال VGG16 وال exception وال mobile net V2. ال VGG16 كان استخدم قبل كده، حقق نتائج كويسة. الاكسبشن والموبايل نت في 2 الاتنين ما استخدموش في الفلاور كلاسيفيكيشن قبل كده. هنستخدم معاهم السبورت فيكتور ماشينز، وهنتست كمان الايفكت لو ضفنا باتش نورماليزيشن لاير قبل الكلاسيفيكيشن لاير على طول. البرفورمانس بتاعنا هنعمله اسسمنت بالاكيوريسي، كربون ايميشنز، البريسيشن والريكول والاف 1 سكور. فزيادة عندنا هنا عن الـ performance measures العادية الـ carbon emissions. الـ data set بتاعتنا فيها 5 classes، زي ما احنا شايفين number of samples فيها مش متساوي، فهي unbalanced data set.
عملنا data processing الداتا باستخدام التكنيكس دي عشان نقدر ان احنا نبالانس الداتا يبقوا كلهم متساويين. البروبوزد اركتكتشر بتاعتنا ان احنا بعد ما عملنا داتا اوجمنتيشن هندخل الداتا سيت، هنقسمها تريننج وفاليديشن وتست، هنطلع فيتشر اكستراكشن يوزنج البري تريند موديل، يعني مره هطبق في جي جي 16، مره الاكسبشن، مره الموبايل نت في 2. الريزلت اللي هتطلع هعمل لها فلاتنينج بحيث ان انا يبقى عندي 1 دايمنشن فيتشر فيكتور لكل بري تريند موديل، وسواء هطبق الباتش نورماليزيشن او لا. بعد كده هدخل على الاس بي ام كلاسيفاير اعمل له تريننج، ونفس الكلام هعمل له تيست بس بيوزنج التيست سيت، واعمل البرفورمانس ايفالويشن يوزنج الايفالويشن ماتريكس دي. الزياده عندنا هي التريننج تايم والتيست تايم والكربون ايميشنز، دول مش مستخدمين عامة كإيفالويشنز في الفلاور كلاسيفيكيشن، بس احنا شايفين ان هما مهمين بالذات الكربون ايميشنز، عشان يعني مش معنى ان انا هعمل استخدم الاي اي عشان اعمل كلاسيفيكيشن ان انا ابقى ضد سستينابل جول. يعني سستينابل جول ان انا احافظ على الانفايرمنت والكلايمت تشينج، فانا مش عايزه اثر او يبقى ليا باد امباكت في الجزء ده. طيب ال SVM classifier هنا أنا هستخدمه عبارة عن softmax layer فيها 5 neurons عشان أنا عندي 5 classes، وال loss function اللي هستخدمها هي ال squared hinge مع ال L2 regularization. ال experimental setup بتاعنا ال batch size هتبقى 16، ال L2 regularization ال value بتاعتها دي ال 0.0001، هستخدم 50 وقبل التوبن كرايتيريا حسب الفاليديشن اكيوريسي، والليرنينج ريت احنا ابتديناها ب 0.001 دي المينيمم فاليو، بس بابديت فاكتور 0.2 ان كيس ان الفاليديشن لوس ما حصلهاش امبروفمنت ل 5 ايبكس. الكربون ايميشن كالكوليشن استخدمنا له الكود كربون لايبرري، ودي احسن لايبرري يعني الليترتشر لما قرينا فيه لقينا ان دي احسن لايبرري بتعمل كالكوليشن للكربون ايميشنز. في غيرها حاجات تانية زي الكربون تراكر، وفي يعني في حوالي 6 لايبريز مشهورين، بس احسنهم هي الكود كربون دي اللي احنا استخدمناها. دي السيستم بروبرتيز اللي استخدمناها والهاردوير. بالنسبة لنا التريننج والتستنج تايمز لكل المودلز زي دول كده، كان احسن اقل تريننج تايم كان للموبايل نت في 2 مع الباتش نورماليزيشن وال اس في ام، والتستنج تايم احسنهم كان الفي جي جي 16 مع الاس في ام كلاسيفاير. هنا دي التريننج والفاليديشن اكيوريسي كيرفز. هنا هنلاحظ ان الفي جي جي 16 كمل ال 50 ايبوكس كلهم، بس الكيرفز بتاعته مش واصله أعلى من 80% سواء مع الباتش نورماليزيشن أو مش مع الباتش نورماليزيشن. كده كده الـ VG16 واصل على حاجة للإيه؟ للـ 80%، ما عداش عن كده. لو بصينا للإكسبشن مع الـ SVM هنلاقي لا، ابتدى يوصل للـ 90%. نفس الكلام الإكسبشن مع الباتش نورماليزيشن والـ SVM برضو واصلة للـ 90%. الموبايل نت في 2 مع الـ SVM برضه معدي 90% بالنسبه للتريننج اكيوريسي. الفاليديشن بتقل شويه، يعني بتستابلايز تقريبا شويه بعد الايبوك الثابته. الموبايل نت في 2 مع الباتش نورماليزيشن والـ SVM برضه التريننج عندنا واصله تقريبا لل 90%، والفاليديشن بتقل شويه بعد الايبوك الثابته. لو بصينا للكونفيوجن ماتريسيس احنا هنلاقي ايه؟ الفي جي 16 كان احسن واحد عشان يكلاسيفاي تيوليبس، لكن بالنسبه لبقيه الكلاسز لا، هو البرفورمانس بتاعه كان وحش جدا. طيب بالنسبه لبقيه المودلز هي كلها كومباريبل، يعني الاكسبشن مع الاس في ام والموبايل نت في 2 والموبايل نت في 2 مع الباتش نورماليزيشن والاكسبشن مع الباتش نورماليزيشن هما كومباريبل مع بعض. بالنسبه لبقيه الكلاسز، الكلاسز اللي كان فيها مشاكل قوي السان فلاور والروزز،
فاحنا هنلاحظ ان احسن واحد عمل لهم كلاسيفيكيشن هو الموبايل نت V2 مع الاس في ام. ده اداني احسن اكيوريسي بالنسبه كمان، وفرق بين التو كلاسز دول كويس. بالنسبه للتستنج اكيوريسي هنلاقي اعلى واحد فيهم كان الموبايل نت V2 مع الاس في ام، بس هنلاقي ان البرفورمانس بتاع الموبايل نت V2 مع الباتش نورماليزيشن ده برضو ستيل قريب منه شوية، والاكسبشن برضو مع الباتش نورماليزيشن برضو ستيل جايب 90.8%، فهو برضو قريب. فالتلاتة دول اللي على ايدينا اليمين دول يعتبروا احسن مودلز بالنسبة للكلاسيفيكيشن، والبيك بتاعهم للموبايل نت V2. الكربون اميشنز بالنسبة للتريننج كان أحسن واحد فيها كان الـ VGG16 مع الـ SVM. لو بصينا على الثلاثة مودلز اللي هما كانوا كويسين في الأكيوريسي، فأحسنهم هو مين؟ بالنسبة لنا أقل كربون اميشن كان من نصيب الموبايل نت V2 مع الـ SVM. طيب بالنسبة للتستنج برضو بالنسبة للتلاتة دول أحسن واحد فيهم كان الموبايل نت V2 مع الباتش نورماليزيشن، بس بعديها على طول أحسن واحد هو مين؟ الموبايل نت V2 مع الـ SVM. فبرضو ستيل هما الـ performance بتاعهم comparable لبعض، يعني نقدر نقول الموبايل نت لو قارنا كده هو أحسن بالنسبة للـ accuracy وبالنسبة للـ carbon emissions، بس في حالة إن أنا استخدمت الباتش نورماليزيشن بقى أحسن في الـ emissions، لغاية ما استخدمتهاش هو أحسن في الأكيرسي. ده كده السمري بتاع الريزلتس بالنسبة للأكيرسي. زي ما قلنا أعلى واحد هو الموبايل نت ب 91.5%، والكربون إيميشنز بتاعته 0.0006. الموبايل نت V2 مع الباتش نورماليزيشن جاب 90% 0.6، والكربون إيميشنز عنده أقل حاجة. الإكسبشن مع الباتش نورماليزيشن كان 90.8، والكربون ايميشنز بتاعته قريبه من الموبايل نت مع الاس في ام. طيب احسن كربون ايميشن during testing كان الموبايل نت V2 مع الباتش نورماليزيشن والاس في ام. الكربون ايميشنز during testing كان احسن حاجه البي جي جي 16 مع الاس في ام، بس احنا طبعا اولا في نقطتين، يعني ايه اللي يهمني اكتر، كربون ايميشنز during التريننج ولا التست؟ اللي يهمني اكتر في الحقيقه during التست، لان during التريننج هي بتحصل كم مره؟ بتحصل مره، يعني انا بعمل تريننج للسيستم تقريبا مره مرتين ثلاثه لغايه لما اوصل للي انا عايزاه، السيستم بقى خلاص كده كويس شغال كويس، مش هعمل له تريننج تاني. لكن التست انا ممكن يبقى عندي مليون يوزر يستخدم التست بتاعي ده، فانا بهتم جدا ان الكربون ايميشنز during التست ما تبقاش عاليه. طيب بس برضو ستيل انا مهتمية ان الاكيوريسي هي تبقى التارجت، هي المين تارجت بتاعي، يعني ما ينفعش ان انا اختار كلاسيفاير ار كاربون ايميشنز بتاعته مش كبيرة بس ما جابش اكيوريسي عالية. تمام، فانا لما هاجي اختار هنا انا هختار بين الموبايل نت V2 مع الاس في ام، او الموبايل نت V2 الباتش نورماليزيشن اس في ام، بحيث ان انا ايه هما دول المتنافسين عندي بالنسبة للأكيوريسي والكربون إيميشنز. بس أنا في الكيس بتاعة الأبليكيشن بتاعتي، بما إن الفلاور كلاسيفيكيشن من التارجتس الصعبة، فأنا هختار الموبايل نت V2 SVM، لأن هو الأكيوريسي بتاعته أعلى واحدة، وفي نفس الوقت الكربون إيميشنز بتاعته ستيل قليلة مش كبيرة بالنسبة لباقي المودلز. هنا دي بقيت الـ performance بالنسبة للموبايل نت V2 مع الـ SVM. هنلاحظ إن هي كويسة جدا بالنسبة للـ precession، بالنسبة للكلاس زي الديزي زي الداندليون زي الروزس اللي هي أصلا فيها مشاكل مع بقية الـ classifiers. فالـ conclusion بتاعنا هنا، إحنا عملنا flower classification using computation بيطلع كربون ايميشنز قليله، عملنا تيستينج ل 6 ديفرنت مودلز، احسن واحد بالنسبه للاكيوريسي كان الموبايل نت V2 SVM،
لكن من ناحية الكربون إيميشنز كان الموبايل نت في 2 مع الباتش نورماليزيشن والاس في ام. الفكرة هنا ان احنا بنقول ريكومنديشن ان احنا لازم نحط الكربون إيميشنز كبرفورمانس ايفالويشن، كبرفورمانس ماتريكس مع الاكيوريسي والبريسيشن والريكول والكلام ده كله، لان ده مهم بالنسبة للبيئة، بالنسبة للسستينبل جولز، بالنسبة للكلايمت تشينج. فده مهم ان احنا نعمله. بالنسبة للفيوتشر وورك ممكن احنا نطبق تكنيكس او مودلز مختلفة تانية نريتش بيها هاير بيرفورمانس، لان كان في الليتريتشر ممكن حد وصل ل 95%، بس هو ما طبقش الكربون ايميشنز. ممكن نلاقي حاجات اكيوريسي تانية اقدر اوصل لها احسن من كده، وفي نفس الوقت ايه اقدر اقلل بيها برضو الكربون ايميشنز. فمور مودلز كان بي تيستد. الفيتشر سيلكشن برضو كان بي بيرفورمد عشان اقلل عدد الفيتشرز عشان ما يحصلش اوفر فيتنج. برضو في نفس الوقت الفيتشر سيلكشن هتقلل لي التايم وهتقلل لي الكربون ايميشنز اللي طالعه سواء في التريننج او التست. شكرا، انا كده خلصت. لو في اي اسئله. شكرا دكتورة إيمان، شكرا لحضرتك. آخر توك عندنا إن شاء الله مع دكتور هبة عسكر، كلية الحاسبات جامعة السادات، بعنوان Biodiesel Yield Prediction from Sunflower Oil Using AI Towards Sustainable and Renewable Energy. تفضلي يا دكتور هبة. دكتورة منى، في صوت؟ دكتورة هبة؟ ايه يا دكتور؟ لا هو مفيش صوت، انا لسه كنت هكلم دكتور هبة؟ هبه. اه دكتورة هبة لا كده، اسمها. اه لا كده تمام، كده تمام. اتفضلي، ابدأي من الأول تاني بقى، اتفضلي. شكرا دكتور منى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموضوع اللي هتكلم عنه اليوم هو كيفية استخدام الباور اوف اي اي في تعظيم انتاجية احد مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة والمستدامة، وهو البايو ديزل من زرعة عباد الشمس. التوب تايتل is Bio Diesel Yield Prediction from Sunflower Oil Using AI Towards Sustainable and Renewable Energy Sources. الأجندة كلها include Introduction, Problem Definition, Motivation and Objectives, Proposed Framework, Experimental Results, and Finally Conclusion and Future Direction. الحقيقة أنا هبتدي الموضوع من الـ Climate Change Crisis، واللي هي بنقول عليها الـ Urgent والـ Severe Challenges اللي شهدها العالم أخيراً في السنوات الأخيرة، واللي أدت إلى increase ملحوظ في درجات الحرارة الغلاف الجوي أو ما يسمى بارتفاع درجات الغازات الدفيئة أو Greenhouse Gases. ده أدى إلى بعض التشالنجز يعني الملحوظة في الكرة الأرضية، منها الوايلد فاير والآيس ميلتينج اللي أدى إلى ذوبان الجليد وارتفاع مستوى البحار والمحيطات، فيضانات، أعاصير، جفاف التربة. كل ده أدى إلى اختلاف كمية الأمطار في بعض المناطق، وده أثر بشكل على يعني بشكل سلبي على الزراعة، على أدى إلى أماكن بقى فيها water scarcity في بعض المناطق، أدى لظهور بعض الأمراض زي الملاريا، أدى لmigration لبعض الأنيمالز، والحقيقة ده أدى إلى some kind of loss of biodiversity اللي أنعم بيها علينا ربنا سبحانه وتعالى. ده ممكن يؤدي إلى imbalance environment أو اختلال بيئي. كل هذه الكرايسيس الحقيقة جعلت العالم إن هو لازم يتخذ decision حاسم اتجاه how to address the climate change crisis. بدأت إجراءات حقيقة في 20 سنة اللي فاتت
بالتوجه لعالمي لريديوس الجرين هاوس جيزس ايميشنز، وبعد الاجريمنت اللي بدات بالباريس اجريمنت 2005، وسلسله الكوب اللي اطلقتها اليونايتد نيشنز، واللي اخرها كوب 28 في مدينه دبي، واللي عقدت من 30 نوفمبر وهتنتهي غدا ان شاء الله 12 ديسمبر، واللي كان من اهم اهدافها هو fast track the transition of clean energy future. هستأذن حضراتكم إن أنا هركز على two recommendations مهمين جدا في الأيام الماضية للـ COP 28، لأنهم يخصوا عنوان البحث اللي هتكلم عنه اليوم. أول بادرة هي الـ Buildings Breakthrough، واللي خد الليدر بتاعها أو اللي خد من الـ 27 countries، في ليدرز لكل بريكس رو. هنا في الجزئية دي خدتها فرنسا وموروكو، وكان الهدف منها هو make near zero and resilient buildings by 2030. أنا بس عايزة أفوكس على حاجة هنا، إن هم ركزوا على إن كمية الطاقة، أو خلينا نقول كمية الإيميشنز، الـ CO2 إيميشنز المنبعثة من الـ buildings والمعتمدة على مصادر الطاقة، كانت مصادر الطاقة الغير نظيفة كانت بنسبة 40%. 50% كانت نتيجة الـ extracted materials، و10% كانت نتيجة الـ global waste. فتلاحظوا حضراتكم إن في هنا تركيز على نسبة الـ energy وهي 40%. ريكومنديشن عايزه اركز عليه هو الكوميتمنت تو فوسيل فويل فري لاند ترانسبورت، وهي ان هم اطلقوا اول بادره واللي قالوا عليها الفيرست ايفر وورلد سستينبل ترانسبورت داي اون 26 نوفمبر، وهي كوميتمنت لانطلاق او اجراء حاسم نحو استخدام الترانسبورت الارضي بدون استخدام الوقود الاحفوري. انطلاقا بقى من طبعا هنا في تركيز طبعا على استخدام الرينيوبل انرجي واستخدام الوقود النظيف في الفتره القادمه، انطلاقا من الاهميه المصادر الطاقه المتجدده والوقود النظيف المستدام، our problem definition in this research is the need for sustainable and green energy، عشان احقق هدفين من اهداف التنميه المستدامه، وهما الهدف السابع والهدف الثالث عشر. How to find sustainable and green energy source utilizing the power of AI. الحقيقة ده كان من أهم الريسيرش لابس اللي ركزنا عليها في المدرسة البحثية المصرية في الخطة العلمية سنة 2023. الفوكس اليوم في الريسيرش هو استخدام مصدر وقود نظيف وهو البايو ديزل. حبيت أعرض قدام حضراتكم البايو ديزل هو أحد السورسز أو البايو ماس ريسورسز. لو اتكلمنا على الانرجي ريسورسز بصفة عامة هنلاقي إن مصر الحمد لله موجود فيها تقريبا الكل، وهي السولر والويند والتيدل الهايدرو إلكتريستي وأخيرا البايو ماس. إحنا هنفوكس على البايو ديزل، ولكن يوجد أشكال أخرى. الموتيفيشن اللي خلتنا نروح للبايو ديزل ان هو حقيقي اثبت over the past few years ان هو alternative جيد للديزل التراديشنال، وليه ادفانسز كتيره جدا، منها ان هو environment friendly، منه ان هو renewable source of energy، incredible safe، benefit for health، بيimprove the engine life، بيreduce the greenhouse gases. كل ده كان motivation ان احنا نستخدم او نجو للبايو ديزل برودكشن اوبتمايزيشن. طيب ايه هي السورسز اوف بايو ديزل اللي موجوده؟ هنلاقي ان هم اتقسمت الحقيقه على ثلاثه جنريشن. اول جنريشن ان هم قدروا ان هم يحصلوا على البايو ديزل من الايدبل اويلز المتمثله بقى في الزهرات الصويبين والكوكونات والكانولا والويت وزهره السان فلاور اللي هنتكلم عنها اليوم. السكند جنريشن اتمثل في النون ايديبل اويلز والانيمال فات والاذر سورسز اللي معظمها بتمثلها الويست وسام كايند اوف بكتيريا.
يبقى أهم مميز البايو ديزل، واللي هو خلى العالم يقول إن هو 100% إن هو green energy of fuel، إن يعني طبعا إحنا البروسيس أو البرودكشن لايف سايكل بتبتدي مثلا بظهرة عباد الشمس اللي بيحصل لها عملية extracting للأويل من السيدز، تحصل عملية ريفايننج، وبعدين إحنا بنفصل، بيتم بقى فصل some oil for food و some oil بتستخدمها كبايو ديزل في الترانسبورتيشن. طب وات اباوت ان في less CO2 emissions ما زالت موجوده، ازاي نقول انها green؟ لان حقيقي less CO2 اللي تم اللي طلعت هي بيعاد استخدامها في عمليه التمثيل الضوئي ايضا مره اخرى للنبات. وصلنا للسوبر كونتريبيوشن، ازاي نقدر نوظف الباور اوف اي اي ان احنا نوبتمايز او نمبروف البايو ديزل برودكشن. الحقيقه في ليميتد ليتريتشر موجوده في الجزء ده، عشان كده ده كان اوبن بروميزنج اريا يعني فور ريسيرش. احنا قدمنا في الريسيرش ده اي اي فريم ورك بتنهانسمنت البرودكشن اوف بايو ديزل. الفريم ورك مكون من تو انتجريتد فيزز. اول فيز بدأنا خالص من الأول إن إحنا عندنا زهرة عباد الشمس، وعايزين نعمل ديتكشن الزهرة دي سليمة ولا فيها مرض، فاستخدمنا أحد البري ترند ديب ليرنينج مودلز هو الفي جي 16، عملنا كلاسيفيكيشن لبعض أمراض النبات، وإحنا اللي يهمنا إن إحنا ناخد الهيلثي فلاور نستخدمها وندخلها في عملية صناعة أو عملية فصل الزيت. بتبدأ الفيز الثانية بالهيلثي فلاور واكستراكتنج الاويل منها عن طريق فصل البايو ديزل. الجدول اللي قدام حضراتكم ده البارامترز اللي فيه زي المولر ريشيو او الاويل مولر ريشيو، زي الكاتاليست ويت، الرياكشن تمبريتشر، الرياكشن تايم، واخيرا الكوانتيتي او اليلد اوف بايو ديزل. كانت بتتم بالشكل التقليدي قبل كده بتاخد تايم كبير جدا عشان يوصلوا للحل، يعني الاستراتيجي او السيناريو الامثل لافضل بارامترز بتديهم افضل كميه بايو ديزل. طبعا لما بنشوف بارامترز وانبوت واوتبوت على طول ده بيدخل فيه الماشين ليرنينج والاي اي، اثبت كفاءه في الجزء ده. ففي المرحله دي احنا استخدمنا احد الريجريسورز وهو الجريديان بوستنج ريجريسور موديل عشان نبريدكت الديزل ييلد بيزد على الفيتشرز او البارامترز اللي قدام حضرتك. الجزء الخاص بالاكسبيرمنت ريزلت، اول موديل عندنا في الفيز الثانيه وهو البري ترند موديل طلع نتائج الحقيقه كويسه، وعشان نفاليديت الريزلت دي قارناه مع احد الالجوريزمز اللي استخدمت نفس الداتا سيت، وكان الاكيورسي الصراحه 99.6. الاكسبيرمنت الثانيه او الموديل الثاني، نتائج الموديل الثاني او الريجريسور طلع برضو نتائج كويسه 99.4. عشان نفاليديت البرفورمانس اوف ذا موديل احنا قارنا برضو مع موديل استخدم موديلز استخدمت نفس الداتا سيت بيزد على الار سكوير والام اي اي او المين ابسولوت ايرور از كي بي ايز فور ميجرينج. كونكلوجن سريع، احنا قدمنا في البيبر دي اي اي فريم ورك ان احنا نعمل عمليه انهانسمنت او اوبتمايزيشن للبايو ديزل برودكشن، هو احد الوقود النظيفه والمتجدده. طلعت نتائج كويسه جدا، نقدر نقدم الفريم ورك ده كفيوتشر ورك، او نقدر نعتبره ان هو بايلوت انيشيتيف لبروديوس سستينبل او بروديوسينج سستينبل اند رينيوبل بايو فيول انرجي سورس من الزهرات النبات. مش بس لازم تبقى السان فلاور، انا عرضت قدام حضراتكم اكتر من فلاور اقدر احصل منها على البايو ديزل، برضو مش لازم يبقى البايو ديزل، احنا عندنا اشكال اخرى من البايو ماس فيول عرضتها قدام حضراتكم. فنقدر نقول الريسيرش ده هو بادره او انيشيتيف ان ممكن نشتغل بعده ممكن 10 15 بحث في اتجاهات متعدده في الاريا الخاصه بالرينيوبل انرجي. في النهايه شكرا لحضراتكم ومستعده لاي اسئله. تمام، شكرا جزيلا دكتوره جبر.
هو كده احنا هنكون خلصنا البرزنتيشن بتاعتنا النهارده، السيشن بتاعت النهارده. طبعا بشكر جميع الزملاء على الالتزام بالوقت وعلى الافكار البحثيه المتميزه، كلها افكار بحثيه ريليتد للمين تايتل بتاع المؤتمر بتاعنا، ان انا بتكلم على الجرين اي اي وازاي ممكن استخدم الارتفيشال انتليجنس ان انا احقق الـ Sustainable Development Goals. اتكلمنا في الديفرنت توكس النهارده على الـ Waste Management System، اتكلمنا على الـ Water Treatment، اتكلمنا على الـ Renewable Energy، على الـ Food Security، وازاي بالتكنيكس الخاصة بالـ Artificial Intelligence انا اقدر احقق one or more goals للـ Sustainable Development. بشكر جميع الزملاء وكلهم زملاء أعزاء في المجموعة البحثية المصرية Scientific Research Group in Egypt بإشراف الأستاذ الدكتور أبو العلا، وبشكر دكتور أشرف ودكتورة سالي، شكرا جزيلا، كل الشكر والكلمة لحضرتك دلوقتي مع دكتورة منى على دكتور أشرف. يعني شكرا لحضرتك دكتورة منى على إدارة الجلسة يعني بحرفية ومهنية. طبعا استفدنا مجموعة أبحاث كبيرة في مجالات مختلفة وتطبيقات مختلفة مرتبطة بالذكاء الاصطناعي وأهداف التنمية المستدامة. يعني بنتمنى إن يكون كل السادة الحضور استفادوا من ورشة العمل النهاردة وافتتاح المؤتمر. طبعا احنا مكملين إن شاء الله بإذن الله بكرة، وفي يعني شهادة إن شاء الله الناس بعتنا اللينكات والناس بتسجل، وإن شاء الله يبقى في شهادة الحضور. بنتمنى إن احنا نستمر يعني بكرة إن شاء الله حضراتكم. نفس لينك الزوم اللي احنا دخلنا بيه النهاردة هو نفس اللينك اللي هندخل بيه بكرة بإذن الله، نستكمل ورشة العمل القادمة يعني بكرة بإذن الله. معانا متحدثة أو كينيتو سبيكر الأستاذ الدكتور لبنى أبو المجد، وهتكلمنا بكرة شوية على جزء المرتبط بالميتافيرس وبعض تطبيقاتها يعني. فبنرجو من حضراتكم إن شاء الله يعني تتواصلوا معانا ونشوفكم بكرة بإذن الله. بشكر طبعا الأخت العزيزة الزميلة الأستاذة الدكتورة سالي الغمراوي على الإدارة وعلى أنها بروجرام تشين كونفرنس. طبعا الشكر موصول لكل الزملاء في الجروب الباحثين اللي عرضوا أبحاثهم النهاردة واللي هيعرضوا بكرة إن شاء الله. و ألف شكر لحضرتك دكتور أشرف، ربنا يجازيك خير كده أنا على بشكر إدارة حضرتك يا دكتورة لبنى، الله يخلي دكتورة مسالي على سالي. إدارة الجلسة تسلم، شكرا يعني. لحضرتك وبكرة حضرتك معانا إن شاء الله برضو في إن شاء إدارة الله. الجلسة الرئيسية للمؤتمر، ومعانا الدكتورة لبنى بإذن الله بكرة هتتكلم على موضوع الميتافيرس زي ما أشرت. لو في أسئلة يعني أعتقد إنه في بعض الاستفسارات كانت موجودة، لكن يعني في بعضها تم التواصل معاه، لكن يعني احنا في حد كان عرض ان نتعاون، احنا مستعدين للتعاون مع اي حد. الساده الزملاء في الجروب واعضاء الجروب والسينيور والجونيور ممبرز كلهم على استعداد تام للتعاون، واحنا يعني لينا الكونتاكتس بتاعتنا موجوده والسوشيال ميديا موجوده، حضراتكم ممكن تتصلوا لينا ان شاء الله ويبقى في تعاون مثمر من اي حد خارج الجروب. شكر مرة أخرى لكل يعني المحاضر النهاردة ولكل شاركنا، وطبعا الشكر موصول لأستاذنا الأستاذ الدكتور أبو العلا حسنين رئيس ومؤسس المدرسة العلمية البحثية. وإن شاء الله بكرة هيكون لي كلمة في الختام، وبكرة إن شاء الله أيضا نعلن عن جائزة المدرسة العلمية البحثية جائزة التميز لعام 2023 ونعلن اسم الفائز بإذن الله. بشكر حضراتكم جميعا، بشكر الاخ العزيز دكتور محمد عبد الفتاح يعني على تنظيم ورشه العمل النهارده والمؤتمر والدعايه وجزء الميديا الحقيقه يعني والمجهود اللي بيبذله، له منا كل الشكر. بشكر كل حضراتكم وكل الساده الحضور المتحدثين رؤساء الجلسات، وان شاء الله نشوفكم على خير بكره باذن الله، وتصبحوا على الف خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا.